السلام الملكي. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الذي جعل الأرض قرارا وأحاطها بسبع سماوات طباقا، والذي أخرج منها نبات كل شيء وقدر فيها الأقوات، وسخر الشمس والقمر دائبين والنجوم في الليل بازغات. نحمده تبارك وتعالى حمداً يليق بجلال الذات وكريم الصفات، نسأله من نوره نوراً ننجو به من العثرات وحالك الظلمات. وأشهد أن لا إله إلا الله ذو العرش العظيم رفيع الدرجات وجابر العثرات، وأشهد أن سيدنا محمداً عبد الله ورسوله شمس الدجى وقمر الليالي الحالكات، الفصيح لسانه وبلسانه يتكلم أهل الجنان. اللهم صل وسلم وبارك على أكمل المخلوقات ما دامت الكواكب في أفلاكها والنجوم سابحات في أبراجها ومداد ما خطه القلم من كلمات. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، مرحباً أهلاً وسهلاً والسلام عليكم، وتحية منا تزف إليكم. أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. كتاب الله للأبرار نور، به تحيا القلوب وتستضيء. نترككم الآن مع هذه التلاوة الطيبة المباركة، يتلوها على أسماعكم الطالب باسل الشبيب، فليتفضل مأجورا مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. أحسن الله إليك وبارك الله فيك، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الملتقى المبارك، تمثل الجامعات رهان المنافسة في سبيل رقي المجتمعات وتطورها. من منطلق هذا اليقين، فقد قفزت جامعة شقراء وتسارعت خطواتها النوعية لتحقيق رؤية النمو والنماء التي رسمتها القيادة الحازمة.
ولما للإعلام الحديث من أهمية في زمن التكنولوجيا والاتصال السريع، ولما له من دور حيوي في تغيير القناعات وتشكيلها، فقد حملت إدارة العلاقات العامة والإعلام الجامعي في جامعة شقرى على عاتقها مهام إعداد البرامج التي تحقق رسالة وأهداف خططها الاستراتيجية واستثمارها في التأثير الإيجابي ونشر ثقافة الحوار وغرس روح الانتماء والمواطنة. معالي مدير الجامعة، أصحاب السعادة، ضيوفنا الكرام، أيها الحفل الكريم، شكراً لكل خطوة وحظوة جاءت بكم وجادت. مرحباً بكم في ربوع جامعة شقرى، وهي تقيم ملتقى الإعلام الجامعي التعزيز والمواكبة، والذي نلتقي فيه من أجل أن نضع إعلاماً إيجابياً يسعى إلى البناء ويهدف إلى التطور. حفلنا البهيج، نحن في شوق وانتظار إلى كلمة معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عوض ابن خزيم الأسمري، فليتفضل مأجورا مثابا مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصحاب السعادة من السادة الكرام والسيدات الكريمات، ضيوف جامعة شقراء، الزملاء الإعلاميين والأكاديميين، أبناء الطلاب والطالبات، حضورنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في رحاب جامعة شقراء، وأهلا وسهلا بقدومكم وتشريفكم ومشاركتكم لنا. فنحن هنا في جامعة شقراء يمتد طموحنا بتوفيق الله أكثر وأكبر من امتداد جامعتنا الجغرافي التي تصل خدماتها الجامعية إلى حدود المناطق التالية: القصيم، المدينة المنورة، مكة المكرمة. سعة في المكان وهمة عالية في العطاء والبناء وتنوعا في الطرح تحت قيادة وتوجيه ودعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود. فاليوم هنا ملتقى الإعلام الجامعي، وقريبا هنا أيضا المؤتمر الدولي للهوية الوطنية، كذلك هنا في القريب العاجل وفي هذه السنة بإذن الله مؤتمر الثورة الصناعية. وسنظل إن شاء الله جادين في تحقيق الرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة بتعاوننا وتميزنا ووفق الخطة الاستراتيجية التي رسمتها الجامعة. أيها الحضور الكريم، الإعلام يعتبر مصدراً مهماً من مصادر التوجيه والتثقيف، خاصة في ظل العولمة والاتصالات المباشرة وتأثيرها وسرعة انتشارها وتجاوزها الآفاق في الحين نفسه في ذات الوقت. لذلك تتعاطى أهمية الإعلام بشكل عام، ومعه يعظم دور القائمين عليه، لكنه يتعاظم أكثر في الجامعات باعتبارها تقع في قمة مستوى السلم التعليمي وأهم مؤسساتها المعنية في المجالات العلمية والبحثية والتعليمية والمجتمعية وغيرها من المجالات الحضارية والضروريات العصرية. من هذا كله حرصت جامعة شقراء على إقامة الملتقى
الإعلامي الجامعي، فللقائمين عليه الشكر والتقدير بما بذلوه من جهد وعطاء وتنظيم، ولكم ضيوفنا المشاركين وفق الله الجميع لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليك وبارك الله فيك، ودائما صاحب المعالي من السباقين للتطوير والجودة، نسأل الله أن ينفع به وبجهوده. أيها الملتقى المبارك، الإعلام الحديث يعتمد على تزويد الناس بالمعلومات السليمة والحقائق الثابتة التي تساعدهم على تكوين رأي صائب في واقعة من الوقائع أو مشكلة من المشكلات، وهو ما يعني أن الغاية الوحيدة من الإعلام هي الإقناع عن طريق المعلومات والحقائق والأرقام والإحصائيات. ليس الخبر كالمعاينة وليس رائٍ كمن سمع. تشاهدون في هذه اللحظات عرضاً مرئياً من إخراج العلاقات العامة والإعلام بالجامعة، فليتفضلوا. تعد جامعة شقراء من أكبر الجامعات السعودية من حيث المحيط الجغرافي وعدد المحافظات التي تخدمها والكليات التي تتبع لها، فهي تخدم محافظات شقراء ودوادمي والقويعية وعفيف وحريملاء وثادق والمزحمية وضرماء وساجر، ما يشكل تحديا كبيرا ومزدوجا، إذ يستلزم ذلك وجود إدارة للعلاقات العامة والإعلام الجامعي ذات درجة عالية من الكفاءة لتحقيق التواصل المعلوماتي بين كليات جامعة شقراء التي تصل إلى 24 كلية موزعة على عدد من المحافظات التي تغطيها الجامعة. ويتمثل التحدي الأكبر في مخاطبة المحيط الخارجي، وفي ظل عالم تطور فيه وسائل الإعلام تطوراً هائلاً وسريعاً، أصبح لزاماً مواكبة ذلك التطور من خلال إعداد استراتيجية للعلاقات العامة والإعلام الجامعي تتسم بالمرونة والوضوح في أهدافها ومهامها لمواجهة التحديات المستمرة وبيان وظائفها البحثية والتعليمية وخدمة المجتمع وبناء سمعة حسنة وخلق صورة ذهنية إيجابية عن الجامعة عند جميع شرائح المجتمع أفراداً ومؤسسات. ولذلك تمثلت أهداف الخطة الاستراتيجية في تفعيل دور الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الجامعي لتحقيق الجودة وتطوير الأداء، إبراز صورة الجامعة إعلامياً من خلال تزويد وسائل الإعلام بالأخبار والنشاطات والفعاليات التي تقام بالجامعة، التعريف برؤية الجامعة ورسالتها وأدوارها التعليمية والبحثية، تقوية روابط الاتصال الفعال داخل الجامعة ومع مؤسسات المجتمع المختلفة بما يسهم في تحقيق المسؤولية المجتمعية. ولم تدخر إدارة الجامعة جهداً في توفير الوسائل كافة لإنجاح هذه الاستراتيجية في تحقيق أهدافها المختلفة، حيث بدأت في تطبيق خطتها الاستراتيجية من خلال وضع خطة تنفيذية، حيث تم البدء في تفعيل دور العلاقات العامة والإعلام الجامعي من خلال بناء هيكل تنظيمي يستوعب التغيرات المتسارعة في مجال الإعلام وانتقاء الكوادر البشرية المؤهلة وتوفير كل التجهيزات المتطورة اللازمة لتنفيذ المهام على أكمل وجه. وفي ظل التحول الرقمي الذي تسعى الجامعة إلى مواكبته، لذلك شرعت إدارة العلاقات العامة والإعلام الجامعي في تطوير وسائل إعلام الجامعة المقروءة والمرئية، فبادرت إلى تطوير عمل صحيفة الجامعة لتصبح صحيفة إلكترونية تفاعلية تتفاعل مع أحداث الجامعة ويتم تحديثها على مدار الساعة، تساندها حسابات الجامعة الإخبارية في مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر وسناب والإنستغرام واليوتيوب، كما تسعى إلى تفعيل التواصل مع وسائل الإعلام الأخرى لإبراز دور الجامعة وشرح سياساتها التعليمية في بيئة الجامعة المحيطة. وتسعى الجامعة من خلال اهتمامها بالإعلام الجامعي إلى التأثير الإيجابي على سلوك طلابها ومنسوبيها وتوحيد الرؤى وشرح السياسات التعليمية
وإيصالها إلى البيئة الجامعية عموماً، وكذلك اكتشاف المواهب ونشر ثقافة الحوار وغرس روح المواطنة والانتماء وتنفيذ غايات ورسالة وأهداف خطط الجامعة الاستراتيجية. وفي ضوء ما ورد في الهدف الاستراتيجي الأول من إقامة ملتقيات وورش عمل عن مهام ومسؤوليات العلاقات العامة والإعلام الجامعي، تم إقرار ملتقى الإعلام الجامعي التعزيز والمواكبة الذي يقام برعاية معالي مدير الجامعة، ويشارك فيه نخبة من المتخصصين والمهتمين بالإعلام ليكون له دور في التعريف بالإعلام الجامعي من حيث مهامه ومسؤولياته وأدواره التعليمية والبحثية والمجتمعية. أدركت هذه الجامعة المباركة هذا الدور الذي شاهدتموه، فأولت العلاقات العامة والإعلام جانباً مهماً، وحرصت على تفعيل جميع وسائل التواصل ليسهل على الطالب والمتلقي أن يلتقط المعلومة الصحيحة بكل يسر وسهولة، كل ذلك بتوفيق الله سبحانه وتعالى أولاً، ثم بدعم لا محدود من حكومتنا المسددة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، والتي تولي الإعلام جانباً مهماً في الدعم والجودة والتطوير وفق رؤية محكمة مسددة، رؤية 2030، ثم بجهود مخلصة موفقة مسددة من معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عوض بن خزيم الأسمري وفقه الله. أيها الملتقى الكريم، الإعلام الناجح من أبرز مقوماته التحلي بالموضوعية والتجرد عن الذاتية عند عرض الحقائق، مع الصدق والأمانة في جمع ونقل البيانات من مصادرها الأصلية، وهذا هو الدور الأساس الذي تقدمه المؤسسات التعليمية وخصوصاً الجامعات، لكونها من أهم المؤسسات التعليمية التي يمكن لها أن تستفيد من هذا الدور بالإشراف عليه وتطويره وتحديثه. ولقد جاءت ضرورة تفعيل وتطوير الإعلام الجامعي والاستفادة من وسائله الحديثة لتفعيل مجالات العمل الأكاديمي والإداري في الجامعات، من هنا جاءت هذه الملتقيات المباركة للاستفادة من الأساليب والخبرات الجديدة بما يحقق لها الميزات التنافسية والتفاهم والتكامل والتعامل والحوار وفق منهج سليم، وذلك بالاستفادة من الإمكانات والقدرات المتاحة. أيها الجمع الكريم، ستكون بمشيئة الله هناك 3 جلسات. الجلسة الأولى بعنوان دور الإعلام الجامعي في مساندة العملية الأكاديمية التعليمية، سيكون رئيس هذه الجلسة الأستاذ الإعلامي عبد الله الشهري، والمتحدثون في هذه الجلسة الدكتور طلال الشريف والدكتور منيف الملافخ، فليتفضلوا ولهم الأجر، ونسأل الله لهم التوفيق والسداد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معالي مدير الجامعة، الأساتذة الأفاضل، الحضور الكرام، الزملاء الإعلاميين من داخل وخارج الجامعة، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم جميعا في هذا المكان المبارك. لا أضيف على ما استمعتم إليه في المقدمات وفي العرض وفي كلمة معالي مدير الجامعة من إيضاح عن هذا الملتقى وأهميته، وسأبدأ وأقترح على زملائي مديري الجلسات القادمة أن نبدأ مباشرة في الموضوع. بالنسبة للتعريف بفرسان الندوات، موجود في الكتيب التعريفي ويمكن الاطلاع عليه للاستفادة، وكل منهم يحمل سيرة عطرة على المستوى المهني والأكاديمي والإنتاجي، فبالتالي استعراضه قد يأخذ وقتاً نستغله فيما يختزنه من معلومات ستضيف إلى ملتقانا ومنتدانا الشيء الكثير. ما يتعلق بالسير الذاتية للأساتذة الكرام موجودة في الكتيب، وسنبدأ مباشرة على بركة الله. وطالما أننا في
عصر التقنية والاستخدام المتواصل للتقنية. فسأبدأ معكم من هنا، وسأستعين بجانب من هذه التقنية في إدارة هذه الجلسة التي أجزم أنني لن أجد صعوبة فيها لسبب بسيط، وهو أن فارسيها من الكفاءات المؤثرة والجيدة في جزء مهم جدا من ملتقى الإعلام الجامعي التعزيز والمواكبة. والواقع أن هذا العنوان الجانبي التعزيز والمواكبة من وجهة نظر شخصية هي أحد أهم ركائز الإعلام والإعلامي الناجح في أي مكان وفي أي زمان. التعزيز من خلال برامج التدريب ومن خلال الاطلاع والمتابعة وإقامة مثل هذه الملتقيات، والمواكبة مسايرة كل متطلبات ومتغيرات الوقت على مختلف الأصعدة. فلنبدأ على بركة الله في موضوعنا والمحور الأول عن دور الإعلام الجامعي في مساندة العملية الأكاديمية والتعليمية. ومن حسن الحظ أننا أمضينا تقريبا ساعة ونصف أو مثلها الليلة الماضية مع الأساتذة الأفاضل، وكذلك صباح اليوم اقتربنا أكثر وفهمنا أكثر واتفقنا على كثير من النقاط التي لو أسهبنا فيها لأخذنا الوقت كاملا، ولكننا سنكتفي فقط بأقل من 40 دقيقة بإذن الله تعالى. المتحدث الأول في هذه الجلسة الدكتور طلال الشريف، أستاذ الإدارة التربوية والتخطيط المشارك، عميد كلية العلوم والدراسات الإنسانية في عفيف حاليا. حياك الله وصبحك الله بالخير. الله يسلمك. المتحدث الآخر الدكتور منيف الملافخ، أستاذ العلوم السياسية في كلية العلوم والدراسات الإنسانية في حريملة، والمحلل والمعلق السياسي في عدد من القنوات الإذاعية والتلفزيونية. حياك الله دكتور. أهلا وسهلا. هناك الكثير من الأسئلة حول دور الإعلام الجامعي. ماذا نعني بالإعلام الجامعي؟ ما هي طبيعته؟ لمن يوجه؟ كيف يوجه؟ متى يوجه؟ ما هو المحتوى الذي يفترض أن يركز عليه الإعلام الجامعي؟ هل هناك فرق في الرسالة الإعلامية الموجهة لأستاذ الجامعة عن الطالب، عن الموظف، الرسالة الداخلية، الرسالة الخارجية، الرسالة التي تنقلها الجامعة بشكل عام عن وضعها بين الجامعات سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي؟ ما هي نقاط القوة وما هي الرافعات ونقاط الارتكاز القوية التي يمكن أن تبني عليها الجامعة رسالتها الإعلامية للداخل وللخارج؟ الكثير من الأسئلة في الواقع يمكن أن تثار في مثل هذه المناسبة، ولكني أترك للدكتور طلال الشريف طبيعة الإعلام الجامعي المعاصر، كيف تراها من وجهة نظرك كمتلقي وممارس وأستاذ ومنسوب في الجامعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم بكل خير في هذا اللقاء المبارك. اسمحوا لي في البداية نتقدم أولا بخالص الشكر والتقدير لمعالي مدير الجامعة على هذا الحراك الدائم في جامعتنا المباركة، والشكر موصول لإدارة العلاقات العامة على هذا التحول النوعي في الإعلام الجامعي على مستوى الجامعة، مما أحدث صدى كبيرا على مستوى المحافظة وعلى مستوى المحافظات الأخرى. الله يحفظكم. الحقيقة قبل الحديث عن طبيعة الإعلام الجامعي، اسمحوا لي أولا أن نتحدث عن نقطة مهمة وهي الإعلام المتخصص. فالإعلام المتخصص، على اعتبار أن الإعلام الجامعي نوع من أنواع الإعلام المتخصص، الإعلام المتخصص هو فرع من فروع الإعلام العام، يهتم بنشر المعرفة والوعي والثقافة المستندة على الحقائق، ولذلك هو نوع متخصص ودقيق بخلاف الإعلام العام. طبعا هو مصادر عديدة ومتنوعة خاصة في الوقت الراهن، لأنه يعتمد على السوشيال ميديا في الوقت الراهن، وهو ما يعرف بالإعلام الرقمي، وقد يسمى الإعلام الإلكتروني، وقد يسمى الإعلام البديل، وقد يسمى الإعلام الجديد. الحقيقة هذا الإعلام المتخصص نوع من أنواعه هو الإعلام الجامعي، والإعلام الجامعي يعد من أهم أنواع الإعلام في الوقت المعاصر. وعندما نقول الإعلام الجامعي، ما هو مفهومه، ما هو تعريفه بالنسبة لنا جميعا؟ الإعلام الجامعي هو نقل صورة الجامعة ثقافيا وفكريا وعلميا بمصداقية وموضوعية إلى المجتمع الداخلي للجامعة وإلى مجتمعها الخارجي. هذا البعد الأول بالنسبة للإعلام الجامعي، ينقل صورة الجامعة إلى الجهات الأخرى.
والبعد الآخر في مفهوم الإعلام الجامعي أنه هو يعتبر مرآة أو وسيلة أو أداة رئيسية بالنسبة للجامعة في معرفة احتياجات المجتمع الداخلي ممثلاً في مكونات الجامعة الداخلية، وأيضاً معرفة متطلبات المجتمع الخارجي. إذن الإعلام الجامعي هو له بعدين رئيسيين في هذا الجانب. الحقيقة الإعلام الجامعي يعد من أهم أنواع الإعلام في الوقت المعاصر، إلا أن طبيعته لا تختلف عن طبيعة الإعلام العام، وهو السؤال الذي وجهه رئيس الجلسة. طبيعة الإعلام الجامعي أنه علم وفن، فإذا قلنا علم هو يعتمد على نظريات الإعلام الحديث والقديم، وهذه النظريات أين تدرس؟ تدرس في الجامعات، في كليات الإعلام المتخصصة والدقيقة، فهذا الجانب الأول. وأيضاً الإعلام الجامعي هو فن، هذا الفن الحقيقة يتوقف على أمرين. الأمر الأول هو هناك فئة من الأشخاص يولدون ولديهم مواهب فطرية خلقوا بها، فعندهم قدرة على الحديث والمناقشة والحوار وعرض القضايا وتحليلها ومناقشتها، هذا احنا نسميه الفن الفطري أو الجزء المتعلق بالقدرات الخاصة. وهناك جزء آخر الحقيقة يكتسبونه من خلال التدريب والعمل. إذن طبيعة الإعلام الجامعي بشكل عام هو فن وعلم يدرس بشكل نظامي وعلمي وأكاديمي، وأيضا هو يكتسب من خلال المواهب ومن خلال التدريب والأمور الأخرى التي تعرض لها الإعلام. طبعا واقع الإعلام الجامعي الحالي، لكي نختصر الوقت لا يسعفنا، واقع الإعلام الجامعي الحالي في كل الجامعات السعودية هو إعلام خبري، هو إعلام خبري فقط، يركز نشاطه على نقل أخبار الجامعة الرئيسية، وتحديدا هو يركز أخباره على نقل نشاطات إدارة الجامعة ممثلة مثلا في مدير الجامعة، في وكلاء الجامعة، لكنه لا يغوص كثيرا في احتياجات الكليات وفي النواحي التعليمية. اليوم إن شاء الله إذا سمح لي الأستاذ عبد الله فقط سنتحدث عن خمس وظائف عن الإعلام الجامعي، تفضل. سنأتي إليها إن شاء الله بعد أن نسمع من الدكتور منيف الملافخ في قضية التثقيف تحديدا يعني، ونرجو أيضا الالتزام بالوقت ثلاث دقائق أخرى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أحيي معالي مدير الجامعة الدكتور عوض الأسمري، وأحيي وكلاء الجامعة، وأحييكم أنتم أيها السادة الحضور، وأحيي أيضا السيدات الكريمات في هذا الملتقى الإعلامي الذي تقيمه جامعة شجرة. الحقيقة هذه الجامعة ما يلفت النظر في الآونة الأخيرة، وهي نتيجة لتراكمات من التخطيط لمستقبل هذه الجامعة، هذا الحراك العلمي والثقافي التي تشهده جامعة شقرة والتي أشار إليها الدكتور عوض من هذا الملتقى. وسندخل في الموضوع مباشرة الحقيقة، ولكن أود فقط لأعبر عن فخري بهذه الجامعة وولائي لها من خلال هذه المنجزات التي سنشاهدها الآن وسنشاهدها مستقبلا. فيما يتعلق الحقيقة بالإعلام الجامعي ومسألة التثقيف، الدور التثقيفي للإعلام الجامعي في اعتقادي هو دور مهم ودور أساسي، وهو من الوظائف الأساسية للإعلام الجامعي. ومسألة التثقيف الحقيقة يجب أن نعلم بأن الإعلام الجامعي يعمل في بيئتين متناغمتين، وهي البيئة الداخلية للجامعة والبيئة الخارجية. وبالتالي فيما يتعلق بالبيئة الداخلية هناك رسائل الإعلام التي يجب أن توجه إلى الطلاب وتشرح سياسة الجامعة وأهدافها وخططها وأنظمتها، وبالتالي تعطي نوعاً من المعلومة إلى الطالب وإلى المتلقي وإلى المستقبل لهذه المعلومة. من ناحية الحقيقة البيئة الخارجية، أعتقد بأن الرسائل التي توجهها إلى الجامعة لهذا المجتمع أو للمجتمع الخارجي بشكل عام هي أيضا تصب في مصلحة إبراز دور الجامعة وإبراز خططها، لأن المجتمع حقيقة الجامعة ليست بيئة مغلقة ومنعزلة عن المجتمع داخل أسوارها، وإنما هي منظمة تعليمية تتفاعل مع هموم المجتمع وتشترك معه في أهدافه وفي مستقبله، وتعمل على هذا التفاعل
ليؤدي الرسالة الحقيقية للجامعة في عملية تنوير المستقبل وتنوير المتلقي لهذه المعلومات وتزويده بالمعلومات الحقيقية والمعلومات الصحيحة. فأعتقد أن مسألة التثقيف هي مسألة مهمة جدا في كلا البيئة الداخلية والخارجية للجامعة. يعني التزمت فعلا بثلاث دقائق رغم أنه مضى منها دقيقة واحدة في المقدمة اللي طلبت منك تختصرها. ذكرتني بأيام في القناة الأولى نقعد نمدح أكثر مما نقدم رسائل ذات مضمون جيد. على أي حال أود أن أنوه إلى نقطة مهمة وهي أن الدكتور منيف انضم إلينا يعني في آخر أقل من 24 ساعة حقيقة. يعني كان يفترض أن يكون الضيف الآخر الدكتور فايز بن عبد الله الشهري عضو مجلس الشورى والإعلامي المعروف، ولكن حصل ظرف يتعلق بعمله فأعتذر، ولكن أهني حقيقة يعني الزملاء في الجامعة على سرعة إيجاد البديل، والبديل موفق بإذن الله. وأيضا شكرا دكتور على الاستجابة السريعة، وأيضا يعني لم يعدل يعني حتى صباح اليوم وهو يسألنا عن الموضوع لأنه ما عدل بشكل جيد، لكنه ما شاء الله تبارك الله بحكم يعني خبرته في المشاركة في القنوات الإذاعية والتلفزيونية لم يجد يعني إشكالية في أن يدخل بهذه القوة. أعود لضيفنا الكريم. كنت توقفت عن وظائف الإعلام الجامعي. نعم. تحدثت أن هناك خمس وظائف، هل تختلف عن وظائف الإعلام في أي بيئة أخرى؟ طبعاً الإعلام الجامعي زي ما ذكرنا هو إعلام متخصص، وبالتالي عنده اهتمامات مختلفة تماماً عن الإعلام العام، حتى وإن كان يشترك مع الإعلام العام في مواضيع الأخبار والدعاية والإعلان والتثقيف العام، لكن عنده أبعاد أخرى متخصصة. ولذلك أنا ذكرت في نهاية حديثي السابق أنه من نقاط ضعف تقريباً مفهوم الكلام من نقاط ضعف الإعلام الجامعي أنه إعلام خبري فقط يركز على أخبار الجامعة. ما هي الوظائف التي يجب أن يقوم بها الإعلام الجامعي وفق ما هو معتمد في كليات الإعلام وما هو معروف على مستوى العالم؟ لدينا خمس وظائف رئيسية. الوظيفة الأولى للإعلام الجامعي هي نشر المعرفة. الوظيفة الثانية هي التوجيه والإرشاد. الوظيفة الثالثة هي التفاهم والتكامل. الوظيفة الرابعة هي التثقيف، والوظيفة الأخيرة هي الدعاية والإعلان والتسويق. اسمحوا لي فقط لضيق الوقت سأركز فقط على المحور الأول والجزء الأول، وهو دور الإعلام الجامعي. دور الإعلام الجامعي في نشر المعرفة. دور الإعلام الجامعي في نشر المعرفة يركز أيضاً على بعدين رئيسية. البعد الأول بعد التعليم والتدريب، والبعد الثاني بعد البحث العلمي. ما الذي يمكن أن يقدم لنا الإعلام الجامعي بالنسبة لعملية التعليم والتدريب تحديداً؟ ما هو دور الإعلام الجامعي مع البرامج الأكاديمية؟ ما هو دور الإعلام الجامعي مع البيئة الأكاديمية؟ ما هو دور الإعلام الجامعي مع مصادر المعرفة؟ ما هو دور الإعلام الجامعي مع التنمية المهنية؟ ما هو دور الإعلام الجامعي مع الخدمات الطلابية؟ سأخذها أيضاً في عجالة. دور الإعلام الجامعي مع البرامج الأكاديمية مهمته أن يسلط الضوء على هذه البرامج الأكاديمية من حيث محتواها، من حيث سمعتها الأكاديمية، من حيث علاقتها بسوق العمل. هل البرنامج فعلاً له مكان في سوق العمل أم لا؟ الحقيقة أيضاً مهمته أن يعمل استقصاءات واستطلاعات رأي من قبل المستفيدين من هذه البرامج سواء الطلاب أو المجتمع، وبالتالي يمكن أن ينعكس على التغذية الراجعة في تطوير هذه البرامج. طيب، ما الذي يمكن أن يقدمه الإعلام الجامعي في مجال خدمة الطلاب؟ الحقيقة الإعلام الجامعي دوره مع خدمة الطلاب قبل أن ينتحق الطالب بالجامعة. فالجامعة حالياً تقوم بجهود مباركة في مرحلة الثانوية وخاصة للطلاب الثالث الثانوي في توجيههم نحو الأقسام المناسبة لميولهم واتجاهاتهم. مهمته أيضاً في تعريف الطلاب بالخدمات تقدمها الجامعة، التغذية، الإسكان، مصادر المعرفة إلى آخره. إذن يجب أن الإعلام يكون له دور في هذا الجانب ويسلط الضوء عليها. ما هي مهمة الإعلام الجامعي في البيئة الأكاديمية؟ البيئة الأكاديمية ممثلة طبعاً في المكونات المادية والبشرية المحيطة بالجامعة. دور الإعلام الجامعي أن يسلط الضوء على مقوماتها ومقدراتها ونقاط ضعفها، وبالتالي يقدم تغذية راجعة للمعنيين داخل الجامعة في تجهيزها. يعني يجب أن لا يغيب عن بالنا أن الإعلام هو العين الناقدة للجامعة أو للمؤسسة، فما بالك بالإعلام المتخصص؟ طيب، ما هو دور الإعلام الجامعي الحقيقة في التنمية المهنية لأعضاء هيئة التدريس أو للطلاب؟ إذا مهمته أن يركز على برامج التنمية المهنية، على الخبرات، على الزيارات، على إجازات العلمية، على التفرغ العلمي، إذا هو يعمل بشكل متخصص في هذا الجانب. البعد الآخر الحقيقة دور الإعلام الجامعي في البحث العلمي، وهو الدور الأبرز والأهم إذا ما بلغنا في ذلك.
ماذا يمكن أن يقدم الإعلام الجامعي في مجال البحث العلمي؟ عندنا عدة عناصر. ما الذي يمكن أن يقدمه الإعلام الجامعي في التعريف بمراكز البحث العلمي ومعامل البحث العلمي؟ لدينا قصور كبير في التوعية بدور هذه المراكز، بأهميتها، بمنجزاتها، بنشاطاتها إلى آخره. مهمة الإعلام الجامعي أن يركز على هذا الجانب. طيب، ما هو الدور الذي يمكن أن يقوم به الإعلام الجامعي فيما يخص النشر العلمي؟ مهمة الإعلام الجامعي أن يقدم قوائم مستمرة بأوعية النشر العلمي. مهمة الإعلام الجامعي أن ينصح وأن يوجه ما هي الأوعية المميزة. مهمة الإعلام الجامعي أن يحفز أعضاء التدريس والطلاب على النشر الدولي. إذا نحن يجب أن نركز على هذه الجوانب. ما هي لو تسمح لي بدقيقتين على الأقل، لأنه ضروري، هذا المحور يمكن يكاد يكون هو الأهم بالنسبة لنا إذا سمحت لي. تفضل. طيب، ما هو دور الإعلام الجامعي في عملية الدراسات العليا؟ نحن نعلم الآن بصدور نظام الجامعات الجديد، الجامعات ستعتمد على نفسها في التمويل الذاتي، وهناك ترشيد في النفقات، وهناك يعني حيكون فيه تقويم دقيق جدا في نهاية كل عام. أنا أعتقد أن احنا مهمة الإعلام الجامعي في الدراسات العليا مهمة كبيرة جدا. كيف نسوق لبرامج الدراسات العليا؟ لأن هذه البرامج الدراسات العليا ستكون برامج مدفوعة. كيف نستطيع أن نسوق لهذه البرامج مكانتها وسمعتها وأعضائها تدريسها؟ كيف يمكن أن نسلط الضوء الإعلام الجامعي على الأنشطة المصاحبة للدراسات العليا، اللي هي المناقشات الرسائل العلمية، اللي هي السيمينارات، اللي هي فرق البحث العلمي داخل الجامعة؟ كل هذه الأمور الحقيقة مهمة. أبغى أوصل لنقطة الحقيقة، أن دور الإعلام الجامعي في نشر المعرفة هو دور مهم جدا، لأن الحقيقة نحن الآن نعيش مجتمع معرفي يعتمد على إنتاج المعرفة ونشرها وتداولها، ولا يمكن أن يكون لنا تأثير في بيئتنا الداخلية أو حتى بيئة الخارجية، أو حتى أن تكون الجامعة منافسة على مستوى الجامعات العالمية إلا من خلال إعلام متميز لديها القدرة على تسويق إمكانيات وقدرات وإنتاج الجامعة. شكرا لك. شكرا دكتور. تجاوز دقيقة لسنعطيها أيضا للدكتور منيف. الإعلام الجامعي بالتأكيد أنه أحد أهم منابر الحوار، وأحد أهم منابر التدرب أيضا على الحوار وعلى التعبير عن الذات وعن البيئة الداخلية للجامعة. كيف يمكن لنا أن نوظف الإعلام الجامعي في مساعدة منسوبي الجامعة حتى من أعضاء هيئة التدريس والمسؤولين بالإضافة إلى الطلاب على الحوار، على الحوار بمفهومه الذي يسعى إليه مثلا مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، وهو تعزيز ثقافة الحوار في المجتمع. أحد أهم يعني دور المركز وأيضا الجامعات هو عملية نشر الحوار وثقافة الحوار والتعبير عن الرأي وفق الأسس والضوابط الشرعية والأخلاقية والإنسانية للمجتمع. كيف يمكن للإعلام الجامعي أن يكون منبرا يعني معززا مثل ما تتحدثون عن التمكين والتعزيز لثقافة الحوار؟ أولا، أنا أعتقد بأنه لتعزيز ثقافة الحوار وتعزيز الدور الذي يقوم به أو تقوم به إدارة الإعلام في الجامعة يعتمد بالدرجة الأولى على خلق منظومة من التفاعل بين الإعلام بطوائفه أو بإداراته المختلفة داخل الجامعة وبين الكوادر البشرية الموجودة في الجامعة، والتي يعتبر الطالب هو حجر الأساس في هذه الكوادر البشرية، بمعنى أن يتم أن يفتح المجال الحقيقي للطلاب للتعبير عن آرائهم فيما يتعلق بالمناهج، فيما يتعلق بأعضاء هيئة التدريس، وأن يفتح المجال أيضا لأعضاء هيئة التدريس لقول رأيهم بكل صراحة في الخدمات التي تقدمها الجامعة، الخدمات الأكاديمية، الخدمات التعليمية، الخدمات الإدارية. فإذا كان هناك إعلاما فعالا في الجامعة فهو يستطيع أن يستقطب هؤلاء الطلاب ويتيح لهم المجال ويخلق لهم نوع من الجو الذين يشعرون فيه بالارتياح للتعبير عن آرائهم. وأعتقد أن هذه ظاهرة صحية، لأنها في النهاية ستسعى إلى تطوير العمل، ستسعى إلى تفعيل التواصل، ستسعى إلى تعزيز الثقة في نفسية الطالب ونفسية عضو هيئة التدريس، وبالتالي ترفع من نسبة ولاء الطلاب وانتمائهم لجامعتهم، ترفع من افتخار أعضاء هيئة التدريس بجامعتهم عندما يكون الفضاء مفتوح لهم والمجال مفتوح لهم في التعامل مع إعلام الجامعة. هذه البيئة الجامعية
إذا وجدت المناخ المناسب الحقيقة، هناك من الطلاب لديهم من المواهب ولديهم من الإبداعات ولديهم من الشيء الكثير الذين يستطيعون أن يقدمونه للجامعة ويساهمون في تطوير الجامعة وفي تطوير منتجاتها. صباح اليوم أن معظم الطلاب جاءوا ربما من البيئة على مستوى الأسرة أو المجتمع لا تشجع كثيرا على الحوار، وبالتالي قد يكون الواحد مبدعا في الكتابة ولكنه يعني يجد حرجا في أن يعبر عن ذاته أو رأيه أو عن مجتمعه على مستوى الجامعة أو على مستوى القسم بشكل علني. ربما كان هذا المخزون الثقافي الذي اختزن في نفسية النشأ منذ بداية التربية وقسوة الحياة في ذلك الوقت قد تغيرت اليوم بوجود التكنولوجيا وبوجود وسائل الاتصال وببناء شخصية الفرد بطريقة صحيحة حتى أصبح يشارك ولديه القدرة على التعبير عن مكنونات نفسه وعن رغباته وعن ما يدور بخاطره. ولكن ما أريد الحقيقة التركيز عليه هو أنه إذا خلقت بيئة داخلية في الجامعة ولعب فيها الإعلام الجامعي دورا كبيرا في التواصل بين الكوادر البشرية وإتاحة المجال لهم، أعتقد بأننا سنخرج بمخرج نهائي جيد يتمثل في إبراز المواهب، يتمثل في التشجيع على الحوار، يتمثل في بناء شخصية الطالب، لأن الجامعة دورها الحقيقي ليس فقط هو الدور التعليمي وإنما هي أدوار متكاملة تكمل بعضها البعض، وبالتالي في النهاية المنتج النهائي هو طالب يمتاز بالعلم وبالمعرفة والقدرة على التحدث والقدرة على إبداء الرأي وطرح الأفكار ومناقشة ما يدور في خاطره من وجهات نظر معينة، وبالتالي سنخلق في النهاية أو سنخرج بمنتج طلابي جيد من الناحية التعليمية وجيد من الناحية حتى الشخصية، الناحية الشخصية أي بمعنى يستطيع أن يحاور، يستطيع أن ينفتح على الآخرين، يستطيع أن يتبادل مع الآخرين وجهات النظر ويعبر عن وجهة نظره بشكل سليم وشكل صحيح. وهذا الحقيقة هذا الدور الحقيقة في الجامعات السعودية كلها وبل في الجامعات العربية نفتقد الحقيقة إلى هذا الدور الفعال والدور المميز. صحيح أن هناك جهود تبذل من قبل إدارات الإعلام الجامعي، ولكن على مستوى الإقليم وعلى مستوى العالم العربي بشكل عام الجامعات العربية عجزت عن خلق بيئة جامعية أو إعلام جامعي يواكب عملية التطور في شخصية الطالب وبنائه بناء معرفيا وبناء سلوكيا وأخلاقيا وكل هذه العوامل الحقيقة. فأنا أعتقد بأنه ما يقوم به الإعلام هو صحيح جهد، ولكن هذا الجهد ليس كافيا للوصول إلى المنتج النهائي بالطالب، ليس فقط على المستوى الأكاديمي وإنما على المستوى مواجهة الحياة مستقبلا ومواجهة متطلبات سوق العمل بكل جراءة وثقة. شكرا دكتور منيف. يعني ما الذي فات على الضيفين الكريمين أن يتحدث عنه؟ ما هي تطلعاتهما للإعلام الجامعي؟ نجيب على هذين السؤالين بعد أن نترك المجال للأخوة والأخوات الحاضرين على مدى 10 أو 12 دقيقة قادمة لنلتزم بالوقت المحدد، أقل إن شاء الله من 40 دقيقة سننهي هذه الجلسة. نرجو من يتحدث أن يتفضل بذكر الاسم وألا تزيد المداخلة أو السؤال عن دقيقة واحدة. والأخوة المنظمين نرجو مساعدة الأخوة والأخوات في إيصال أصواتهم إلينا، نريد شيء من التفاعل على هذا الصباح. من؟ أحد من في أحد من الأخوات؟ دكتور عبد الرحمن؟ ما شفتك مع الأسف، تفضل. نعم في مداخلة. في طيب بعد الدكتور عبد الرحمن. وإذا جاهزين هناك تفضلوا. تفضل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، في الحقيقة شكرا أستاذ عبد الله وضيوفك الكرام على هذه المحاضرة القيمة واللي فعلا
كان هناك حاجة كبيرة جدا لطرح مثل هذه الموضوعات في الأوساط الأكاديمية. استفساري أو سؤالي، ما مدى توظيف ما من وجهة نظر الضيفين الكريمين خلال العشر السنوات القادمة، ما مدى تأثير الجوانب الإعلامية أو الإعلام الحديث على انتقال التعليم من تعليم تقليدي إلى تعليم متقدم يعتمد على وسائل الإعلام الحديثة خاصة في المملكة العربية السعودية؟ وشكرا. شكرا. إذن هذا السؤال ممكن يكون أيضا من ضمن الإجابة في مرحلة الحديث عن التطلعات. الأخوات تفضلي. الإعلامية سهام العتيبي، لدي استفسار بشأن ما هو دور أو كيف يتم توظيف دور الطلاب في الإعلام الجامعي؟ سؤال أو مداخلة أخرى؟ تفضل. السلام عليكم، عبد الله إبراهيم المكحم، صحيفة الجزيرة. أتوقع الحديث اللي تكلم به الدكتور طلال الشريف حديث جميل من ناحية تقييم دور الإعلام في تقييم مسيرة الجامعة التعليمية. هذا يعني يفتح الأنظار إلى أن الجامعة تتبنى عملية هذه التقييم ولا تستند إلى جهات خارجية لتقييم عمل الجامعة من خلال الطرح في الصحف أو في القنوات الإعلامية التي توجه مثلا انتقاد على الجامعة. يجب على الجامعة أن تتبنى عملية تقييم أو نسميها التقويم حتى تتم عملية التغذية الراجعة لعمل الجامعة، ثم تنتقل إلى مرحلة التعليم عن طريق الإعلام وهي بث الرسائل الإعلامية وليست الإخبارية التعليمية. شكرا. شكرا. مداخلة. السلام عليكم. طبعا. ورود ناصر الطويل، مصورة إعلامية، كيف يمكن استثمار مواهب الطلاب في الإعلام الجامعي؟ قريب من السؤال السابق، أنه ما هو دور الطلاب في الإعلام الجامعي؟ سؤال آخر؟ تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. علي العطاس، جريدة الرياض. هناك سؤال إلى معالي مدير الجامعة، وهو متى سنرى إن شاء الله هنا افتتاح قسم خاص بالإعلام في جامعة شقراء؟ لا يملك المشاركون الإجابة نيابة عن إدارة الجامعة، فلذلك نرجع هذا السؤال يعني إلى هل سيرد في التوصيات، هل لدى الجامعة خططها، هذا موضوع آخر فيه نقاش حول هذا الموضوع. في إجابة نجاوب عليه. تفضل أو تفضلي. تفضلي. نرجو أن تكون المبادرة أسرع كسبا للوقت. بقي تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. دكتور سعد الزراني، وكيل التطوير والجودة. ودنا نتناقش عن دور أعضاء هيئة التدريس في تغيير الصورة الذهنية عن جامعة شقراء. كثير من الأخوان لاحظهم في مواقع التواصل الاجتماعي ينتقدون الجامعة ومنسوبي الجامعة دون يعني معايير محددة، انتقادات علنية. فما هو دور أعضاء التدريس في تغيير الصورة الذهنية والدفاع عن الجامعة وإبراز الأشياء الإيجابية في جامعة شقراء؟ شكرا. سؤال أو مداخلة أخيرة؟ ما في من الطلاب؟ يليت نسمع صوت الطلاب. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. يوسف التركي، كلية التربية بشقرة. سؤالي أنه دور الإعلام الجامعي وفق للرؤية الوطنية 2030، أنا لاحظ أن الضيفين حقيقة لم يتطرقا إليها، فودي أنه يعني نشوف وجهة نظرهم في رؤية المملكة 2030. شكراً.
خلاص؟ طيب، نكتفي بهذا القدر في هذه المرحلة في حالة وجود يعني رغبة في إضافة سؤال أو مداخلة، لأننا سنتيح الفرصة أيضا للأخوة، بقي معنا حوالي أقل من ربع ساعة لننهي هذه الجلسة، وإذا سمح لي المتحدثون الأفاضل نبدأ من السؤال الأخير عن دور الإعلام الجامعي وفق رؤية 2030. وجهة نظري الخاصة هو أن أي إعلامي أو أي مسؤول لا يتمثل هذه الرؤية بكامل تفاصيلها أنه يحتاج إعادة نظر في مكوناته وفي أدواته. نحن أمام تحول تاريخي بكل ما تحمل الكلمة من معنى في المملكة العربية السعودية من خلال رؤية 2030 الطموحة ومن خلال محاورها الثلاثة: وطن طموح، مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر. تحت هذه المحاور الثلاثة هناك الكثير من البرامج والمبادرات على مختلف الأصعدة وعلى كل المستويات الخاصة والعامة في المملكة العربية السعودية، من أهمها بالتأكيد يعني الجامعات، بحكم أنها هي من يضخ إلى المجتمع الرجال والسيدات والشباب والشابات الذين سيتولون يعني قيادة منظومة التنمية في 2030. كنا بالأمس في مواقع أخرى، في اجتماعات متعددة، في مواقع متعددة عن هذا الموضوع. باختصار شديد جدا، وجهة نظري المتواضعة جدا هو أن أي إعلامي أو إعلامية لا يتمثل معطيات ومضامين وأهداف ومرتكزات 2030 يجب أن يعيد النظر في أدواته وأن يطورها بهذا الاتجاه. نحن أمام تحول تاريخي بكل ما تحمل الكلمة من معنى في مسارنا التنموي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي، والمظلة العامة هي 2030 بكل معطياتها. وتعرفون أن هناك مكتب استراتيجية الرؤية يعمل على تلافي أي ملاحظات من أي نوع تظهر، وهناك مكاتب تحقيق الرؤية المنتشرة في كل الجهات المعنية. فبالتالي أعتقد أن أي عمل يعني يخرج يعني خارج عن 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 التفكير انه خارج هذا الاطار 2030. هذه ملاحظه بسيطه فقط استاذ، يعني من الاساتذه الكرام دخلت على الخط وانا ما المفروض انه نترك الكامل. طبعا هناك الكثير من النقاط التي اوردها الاخوه المشارك او المتحدثون او الذين ساهموا. نبداها مثلا بقضيه التاثير، يعني أو تأثر الإعلام الجامعي بمعطيات التقنية الحديثة في أدواته القادمة، ونحن نتطلع إلى إعلام جامعي أكثر نضجاً وأكثر وعياً بمهامه وأكثر وصولاً إلى الفئات المستهدفة. بالتأكيد أنا أعتقد بأن وسائل التواصل والثورة التكنولوجية الحقيقة في وسائل التواصل بشكل عام وفي الإعلام هي عامل مساعد الحقيقة لتفعيل دور الإعلام الجامعي، بدلا من الاعتماد على الطرق التقليدية في إيصال الرسالة الجامعية للمتلقي، أصبح الآن هناك سباق مع الزمن، أصبحت وسائل التقنية ووسائل التكنولوجيا وتساهم في سرعة نقل المعلومة وبالتالي سرعة التفاعل مع هذه المعلومة. عندما يطرح خبر في الجامعة ويتلقاه آلاف الطلاب في الجامعة في لحظتها، غير لما يقرأ الخبر في صحيفة تصدر مثلا كل أسبوع، كل 10 أيام أو كل شهر. فسرعة نقل الخبر يؤدي إلى سرعة التفاعل، وبالتالي ردود الأفعال والتفاعل مع الخبر أيا كان مصدر هذا الخبر أو نوعيته، طالما أنه يصدر من الإعلام في الجامعة يمكن أن يبنى عليه خطط واستراتيجيات أو تعديل مسارات إدارية أو فنية أو تعليمية. فأنا أعتقد بأن هذا الزمن وهذه السرعة في عملية نقل المعلومة والتواصل تساهم في إثراء العمل الجامعي وتفعيله، وتجعل من الممكن ومن السهولة التعامل مع هذا التفاعل وهذه الآراء لتطوير العمل المستقبلي، سواء كان أي نوع من العمل التي تقوم به الجامعة: عمل إداري، تنظيمي، تعليمي، عمل يخص المجتمع. يعني كثرت الأسئلة على دور الطالب في العملية في الإعلام الجامعي، بالإضافة إلى أعضاء التدريس أيضا، ما هو دورهم في هذه العملية؟ طيب، في البداية خلوني أشكر جميع الزملاء، لأن أسئلة والله عميقة تحتاج محاضرة، لكني سأوجز في أقل من 30 ثانية لكل سؤال إذا سمحتوا لي أو لكل.
بل دور أعضاء هيئة التدريس، وهذا سؤال غاية في الأهمية. أول دور يجب أن يقوم بعضو التدريس عشان تحسين الصورة الذهنية للجامعة هو يجب أن يقوم بواجبه كما يجب أن يكون، بصراحة كما يجب أن يكون، من حيث الالتزام المهني رقم واحد، أداء المحاضرات مع طلابه بشكل كامل، ثالثا التواصل والتفاعل مع طلابه واستيعابهم وقت المحاضرات وخارج وقت المحاضرات، ثالثا وجود عضو هيئة التدريس واستثماره في وسائل التواصل الاجتماعي. عضو هيئة التدريس يجب أن يستغل هذه الوسائل القيمة جدا من التويتر والإنستغرام والسناب شات وأي وسيلة والواتساب على أقل تقدير في تعزيز العلاقة مع طلابه، وبالتالي تحسين الصورة الذهنية على مستوى الجامعة، وبالتالي حتما ستنتقل إلى خارج الجامعة. فيما يخص دور طلابنا الله يحفظهم، دور طلابنا مهم جدا في الإعلام الجامعي. لا يمكن أن نتقبل أكثر جهة يمكن أن نتلقى منها التغذية الراجعة لأداء وظائف الجامعة وإعلام الجامعة هو من خلال طلابنا. طلابنا مهمتهم أن يشاركون في صناعة هذا الإعلام من خلال المساهمة في تقديم أخبار، من خلال كتابة محتوى، من خلال كتابة مقالات، من خلال عمل ملخصات، من خلال عمل أي عمل يمكن أن يساهم. وأعتقد أن دور الإعلام الجامعي أن يهيئ لهم هذه القنوات وأن يسهلها لهم لكي يستطيعون الطلاب المشاركة. ويجب توعية الطلاب والنزول لهم إلى الميدان وتوضيح دورهم الحقيقة من خلال اللقاءات التثقيفية في المحافظات. دور الإعلام الجامعي في ضوء 2030 2030 تتطلب منا إن شاء الله أن يكون عندنا 5 جامعات ضمن أفضل 200 جامعة. هدفنا واضح وسامي، ونظام الجامعات الجديد اتجه نحو هذا التوجه. أنا أعتقد أن إحنا الإعلام الجامعي مطالب أن يبرز صورة الجامعة من حيث إنتاجها العلمي والبحثي والتعليمي ومخرجاتها ومدى استيعاب سوق العمل وعدد المعينين وأشياء كثيرة جدا ذات علاقة. فأعتقد أن دور الإعلام الجامعي دور كبير جدا في تحقيق هذه الرؤية. أحد الزملاء تكلم عن تقييم الأداء، وأنا أشكره، أنا أعتبر هذه إضافة. الجامعة معنية بتقييم أدائها الذاتي، لكن حتما هناك جهات أخرى خارجية تساهم في تقييمها لأنها تعتبر على الأقل أكثر دقة وأكثر موضوعية. إحدى الزميلات سألت عن مدى استثمار وسائل التواصل الاجتماعي. أنا الحقيقة أبغى أقول لكم حقيقة، أنا لمست بس فقط في 6 شهور الأخيرة أن هناك استثمار كبير لوسائل التواصل الاجتماعي داخل الجامعة رائع. استخدام تويتر بشكل جيد، استخدام سناب شات، استخدام انستغرام، استخدام اليوتيوب. الحقيقة حتى في مناشطنا الأخيرة اللي نظمتها الجامعة نقلت لنا محاضرات في فروع الجامعة وسعدنا بالمشاركة فيها. أنا أعتقد أن استثمار وسائل التواصل الاجتماعي في الوقت الراهن هو الرهان الحقيقي عشان نصل لكل طالب ونصل لكل عضو هيئة التدريس ونصل لكل موظف داخل الجامعة. فاستثمارها مهم جدا في تعزيز العمل الجامعي. إذا اسمح لي بس دكتور عبد الرحمن كان سأل حقيقة عن نقطة مهمة اللي هو مدى تأثير الإعلام الحديث في الانتقال من التعليم التقليدي إلى التعليم المتمدد، دور الإعلام الحديث. أنا بخليني أتكلم عن دور الإعلام الجامعي فقط. كيف يمكن لنا الحقيقة أن نطور بيئتنا التعليمية؟ أولا طبعا أهم شيء هو تطوير عضو التدريس. أنا أعتقد أنه نجاح أي جامعة أو أي مؤسسة تعليمية هو في نجاح أو كفاءة أو مهنية عضو هيئة التدريس. الأمر الثاني أنه استثمار وسائل التواصل الحديثة. يعني الحين إحنا أساليب التعلم في تعلم إلكتروني، لأن عندنا جامعة إلكترونية على مستوى المملكة. كيف يمكن برضو أن نطور أساليب التعليم الإلكتروني داخل الجامعة؟ كيف يمكن أن نطور بيئتنا التعليمية الحقيقة بحيث نصل إلى مستوى متقدم؟ كيف يمكن أيضا أن نقدم التدريس الجامعي بصورة غير تقليدية أو نمطية؟ مهمة عضو هيئة التدريس ليست مهمة إلقاء، هو أصبح الآن موجه ومرشد للعملية التعليمية ودوره يعطي فقط مفاتيح رئيسية للطلاب. شكرا دكتور. شكرا شكرا دكتور طلال. دكتور منيف كلمة أخيرة ولا في سؤال؟ لا. في سؤال إذا لك تعليق على أنت ما استمعت له. نعم لا خلاص لحظة يا طلال الله يحفظك أنت ما قصرت الحقيقة أعطيته ودائما يعني. مبدع. لكن أنا الحقيقة أقول بأنه الجامعة بشكل عام كمنظمة تعليمية أعمالها ونشاطاتها هي التي تبرزها بالدرجة الأولى. التكامل بين عضو هيئة التدريس وبين الجامعة أمر ضروري. اللغة المشتركة بين الجامعة وبين عضو هيئة التدريس فيما يتعلق بمستقبله الوظيفي وفيما يتعلق بامتيازاته وفيما يتعلق بتهيئة الجو المناسب لعضو هيئة التدريس ليعطي أكثر سيزيد الولاء ولاء عضو هيئة التدريس لجامعته، وبالتالي سيكتب عنها، سيتحدث باسمها، سيكون سفيرا
حقيقية لجامعته عندما يشعر بالأمان الوظيفي في الجامعة، وعندما يشعر بإنجازات الجامعة، وعندما يشعر بأن الجامعة تفتح له آفاقاً واسعة، سيزيد ولاؤه لجامعته وسيضحي من أجلها. وأعتقد بأنه لا يوجد مدير جامعة في المملكة العربية السعودية إلا ويسعى لتحقيق هذه الأهداف. الصعوبات موجودة، العقبات موجودة، الطوارئ التي تحدث على العمل الإداري موجودة، ولكن عندما تصدق النوايا وتتضح الرؤية ويعمل الجميع لتحقيق هذا التوجه، فأنا أعتقد بأن الجامعة ستبرز نفسها وستفرض نفسها على المجتمع، ليس المحلي فقط وإنما المجتمع العالمي. تخلق الجامعة إعلامها؟ لا تخلق إعلامها، إنما تفعل إعلامها في التواصل حقيقة مع الفئات الموجودة سواء على مستوى المجتمع المحلي أو على المستوى المجتمع الإقليمي إذا أردنا أن ننقل الصورة بشكل أكبر، أو على مستوى المجتمع الداخلي للجامعة. عندما تفعل هذا الإعلام وعندما تعطي مساحة لهذا الإعلام للإبداع وللتميز ولمد جسور التواصل مع أعضاء هيئة التدريس ومع كافة الكوادر البشرية، أعتقد بأنها تخلق نوعاً من التواصل المحبب الذي يؤدي إلى النهوض بمستوى الجامعة، بمستوى الأفكار، بمستوى وجهات النظر، بمستوى الطرح الطلابي والطرح الأكاديمي، وبالتالي المحصلة النهائية هو أننا نصل إلى إعلام جامعي يؤدي الرسالة الحقيقية الفعلية التي يجب التركيز عليها لنقل الجامعة إلى مستوى أعلى. وهل تتوقع أن المحتوى الذي يقدمه الإعلام الجامعي إذا توفرت له هذه العناصر سيكون فاعلاً بما فيه الكفاية ومؤثراً في غير بيئة الجامعة؟ أو بالتأكيد، القضية نحن قلنا في بداية الحديث بأنه هناك بيئة خارجية وهناك بيئة داخلية. البيئة الداخلية للجامعة بطلابها وأعضاء هيئة تدريسها وموظفينها، وهناك البيئة الخارجية التي تتمثل في الوحدات الاجتماعية المختلفة داخل المجتمع وداخل الدولة. وبالتالي هذا التفعيل لدور الإعلام وإعطاء الإعلام، إعطاء إعلام الجامعة مساحة ليخرج من دائرة الأخبار والصور عن نشاطات الجامعة إلى دائرة التفاعل الحقيقي مع قضايا المجتمع ومع همومه ومع مشتركاته، وبالتالي يؤدي دور حقيقي فاعل أولا في إبراز سمعة الجامعة ومستواها الأكاديمي وقدراتها الطلابية وقدرات أعضاء هيئة تدريسها وبحثها العلمي وجميع ما تنتجه الجامعة من إنتاج علمي. ثانيا تؤدي إلى تقديم خدمة اجتماعية، خدمة للمجتمع، وتدخل في شراكة حقيقية مع المجتمع عن طريق، لأنه كلما أصبحت الجامعة متوغلة في المجتمع متلمسة لاحتياجاته ولهمومه ولديها من المرونة الشيء الكثير، أعتقد بأنه هذه هي الرسالة الحقيقية التي يجب أن يسعى لها الإعلام الجامعي. إذن شكرا جزيلا لكم. انتهى الوقت المحدد لنا، لم نتجاوز المدة المحددة التزمنا بها، بقي منها ما يكفي لأن أشكر الدكتور طلال الشريف والدكتور منيف ملافخ، وكما قلت لكم ما يتعلق بمجهودهما العلمي والإداري والمهني موجود في هذا الملخص لمزيد من المعرفة عنهما، وهما معروفان في المحيط الجامعي بكل تأكيد. أكرر الشكر الجزيل لمن دعا ومن نظم ومن أتاح لنا هذه الفرصة، على أمل أن نلتقي إن شاء الله في مناسبات خير قادمة في هذه الجامعة وفي غيرها، وأنتم جميعا في أفضل حال. شكرا ضيفين الكريمين، شكرا، والميكروفون مع زميل آخر. شكرا. وبهذا أيها الأفاضل، أيتها الفضليات، انتهت الجلسة الأولى والتي كانت بعنوان دور الإعلام الجامعي في مساندة العملية الأكاديمية والتعليمية، وقد تولى رئاسة هذه الجلسة الأستاذ الإعلامي عبد الله الشهري، وتحدث فيها الدكتور طلال الشريف ومنيف الملافخ، جزاهم الله خيراً على ما بيّنوه وشرحوه، ونقول لهم قلتم فأجدتم وبينتم فأبدعتم وتحدثتم فأثرتم، فنسأل الله أن يجزيكم عنا خير الجزاء.
الآن مع الجلسة الثانية وهي بعنوان دور الإعلام الجامعي في تفعيل المسؤولية المجتمعية، وسيتولى إدارة هذه الجلسة الدكتورة البندري المطيري، وسيتحدث فيها الأستاذ الدكتور عبد الرحمن الأحمري والدكتورة فاطمة القرني عضو مجلس الشورى، فنطلب منهم أن يتفضلوا الآن لإبداء ما لديهم، ونؤكد على قضية الالتزام بالوقت، ونشكر الإخوة السابقين على التزامهم بذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي مدير جامعة شقراء، ضيوف الملتقى، عمداء الوكالات والكليات، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يناقش الملتقى في محوره الثاني دور الإعلام الجامعي في تفعيل المسؤولية المجتمعية. يسرنا أن نكون مع ضيفين كريمين هما الدكتورة فاطمة القرني والأستاذ الدكتور عبد الرحمن الأحمري. الدكتورة فاطمة القرني عضو مجلس الشورى اعتباراً من الثالث من شهر ربيع الأول من العام 1434 هجري، وذلك في الدورة السادسة التي شهدت بدء تعيين السيدات في المجلس بعضوية كاملة، وحظيت بالثقة الملكية ثانية بالتجديد لها لدورة تالية هي الدورة السابعة بدءاً من الثالث من شهر ربيع الأول من العام 1438 هجري، وتحرر زاويتها الخاصة إذا قلت ما بي بمجلة اليمامة. نرحب بك دكتورة فاطمة في رحاب جامعة شقراء أجمل ترحيب، مبتهجين ومعتزين أن تكوني بيننا في هذا اليوم المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ابتداء أشكر لمعالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عوض الأسمري دعوته الكريمة لي للمشاركة في هذا الملتقى المبارك، وأشكر لسعادة الدكتور عبد العزيز الزاحم وسعادة الدكتورة البندري المطيري جميل حرصهما ومتابعتهما، وأسجل اعتزازي أن أكون متحدثة أمام هذا الجمع المميز من منسوبي الجامعة ومن المدعوين من خارجها ورجالا ونساء، وأسأل الله أن أوفق فيما سأطرحه. سعادة الدكتورة، ما المعوقات التي قد تقف في وجه الإعلام الجامعي خلال سعيه لنشر مفهوم المسؤولية المجتمعية في أروقة الجامعات؟ حرصاً على الوقت سأتجاوز كثير من المقدمات للانطلاق إلى أن مسألة الاهتمام بالمسؤولية المجتمعية أو الاجتماعية موجودة ومتأصلة في الفكر العربي والإسلامي حتى قبل الإسلام، وإنما ربما تأخر إفراد هذا المفهوم باستراتيجيات وخطط لتدريسه ضمن مقررات أو دورات، أو أيضاً لاتخاذه موقعاً بارزاً في هيكلة مؤسسات القطاع الحكومي والقطاع الخاص إلى بدء الألفية الثالثة، وأيضاً تأخر كونه أحد يعني معايير تقييم جودة الأداء على مستوى الأفراد أيضاً والمجموعات في هذه المؤسسات. وحقيقة مؤخراً في مجلس الشورى تم إقرار مشروع نظام الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية الذي أعدته سعادة عضو المجلس الدكتورة زينب أبو طالب، وهذا شاهد على أن الجميع معني بهذا الأمر وأنه فعلاً يستحق التفات أكبر من الجميع. بالنسبة للمعوقات التي توقفت عندها الدكتورة أو تساءلت عنها، أود الإشارة ابتداءً أن للعملية تفعيل المسؤولية الاجتماعية أو أطرافها ثلاثة أركان أو ثلاثة عناصر. الأول وهو الموكلون بالقيام بها من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب من الجنسين. الثاني هو المحتوى نفسه المتمثل في المبادرات المقترحة والمقررات الدراسية والدورات التدريبية والنتاج الإعلامي الاستباقي والمتزامن واللاحق لكل هذا الحراك. أما الثالث فهو ما يتعلق بالمستهدفين بمحصلة جهد الساعين في هذا المجال، أي المجتمع نفسه بدءا من منسوبي الجامعة وانتهاءا بالمجتمع العام خارجه على اختلاف طبقاته ومطامحه وهمومه. ولتأذنوا لي أن أسجل ما أجده معيقا لكل ركن من هذه الأركان في صيغة تساؤلات. فبالنسبة للأول، ماذا تمثل إدارات
العلاقات العامة والإعلام في كثير من جامعاتنا بل ومؤسساتنا الحكومية بصفة عامة؟ هل تستقطع لها الميزانيات الكافية لإنجاز أعمالها بالصورة المطلوبة؟ هل يوكل العمل فيها لمتخصصين على دراية فنية مهنية كفيلة بتحقيق التميز في أدائه؟ هل يفرغ منسوبو تلك الإدارات كلياً أو جزئياً بما يمكنهم من أداء مهامهم بالمستوى المنشود من التركيز والدقة وفعالية التأثير من قبل ومن بعد؟ ثم أخيراً، هل للجهد المبذول هنا في الإعلام الجامعي عموماً والإعلام ذي الصلة بالمسؤولية المجتمعية على وجه خاص، هل له موضعه البين والمعتبر في تقييم الأداء سواء كان منسوب الإدارة عضو هيئة تدريس أو إدارياً أو طالباً واعداً جديراً بالتقدير؟ ننتقل الآن للمحتوى وهو العنصر الثاني. ما هي الآلية التي يصلنا بها هذا المحتوى؟ عندما أخذت أستعد لهذه المشاركة وجدت بالفعل كثير من الأنشطة والدراسات والمنجزات القيمة في هذا الجانب، لكن للأسف كان الاهتمام بها وقتي ومحصور في منافذ إعلام محدودة، وبالتالي هنا نلمس أن إشكال التفعيل المسؤولية الاجتماعية أنه غير ظاهر، إشكال إعلامي في جزء كبير منه. ثم ماذا عن مستوى حرية الطرح الذي يمنح لمنسوبي إدارات الإعلام في الجامعات؟ وأعني الحرية المسؤولة التي تقارب احتياجات وهموم مجتمع الجامعة ومن ثم المجتمع العام بدرجة شفافة منصفة لها عرضاً ومناقشة ومساءلة واقتراح حلول. هل يتم ربط محتوى الإعلام الجامعي بإشكالات المجتمع المحيط فيما يتعلق بالبطالة والإسكان والصحة إلى آخر ذلك من قضايا ملحة تتطلب أن يكون لها انعكاساتها في حراك كل جامعة من جامعاتنا على حدة على مستوى التخصصات الجديرة بالاستمرار أو تلك التي حقها أن تغلق أو ما يجب استحداثه من تخصصات مطلوبة حالياً من المهم فيها أن تخدم أولاً المنطقة التي توجد بها الجامعة وترفض كذلك احتياجات سوق العمل لدينا وعلى وجه الخصوص ما له صلة بالمشروعات الاقتصادية الضخمة والمدن الصناعية المنشأة في أكثر من منطقة في بلادنا المتراحبة. وأخيراً، ما المساحة التي يحتلها الإعلام وآليات التواصل الحديثة في مقرراتنا الدراسية والدورات التدريبية والمبادرات المجتمعية المختلفة قبل مرحلة الدراسة الجامعية وأثناءها وبعدها؟ أما فيما يتعلق بثالث الأركان أو العناصر، فبالله بصدقاً التساؤل الذي يطرح نفسه ما هي طبيعة العلاقة بين كافة أطراف هذا الركن؟ ألا تكاد تنحصر في كثير من جامعاتنا على تلك المناسبات الرسمية الوطنية؟ هل يبرز لأولياء أمور الطلاب والطالبات أي وجود في الجامعات فيما عدا مناسبة الاحتفال بالتخرج، وهي مناسبة قد يتم تجميعها هكذا لتشمل خريجي وخريجات سنوات عدة في وقت واحد؟ ثم ماذا عن العلاقة المباشرة ابتداءً ما بين الأساتذة وطلابهم داخل الحرم الجامعي ناهيك عن خارجه؟ ألا تتسم في تجليات عدة لها بالرسمية المبالغ فيها إن وجدت أصلاً؟ كيف يمكن إقناع طالب ما بأن يكون فاعلاً مسؤولاً في مجتمعه من قبل عضو هيئة التدريس بالكاد يتبادل مع طلابه حواراً ذا بال حتى فيما يتعلق بمحتوى المقرر الذي يدرسه؟ والعكس صحيح أيضاً، كيف يمكن لأستاذ يعني متفاني في عمله حريص على تفعيل المسؤولية الاجتماعية أن يلاحق طلاب بعضهم لا يلتزم أصلاً بحضور المقرر ومحاضراته وأداء الواجبات الأساسية فيه؟ ثم ما الأثر السلبي لما أستطيب تسميته بحمى الاكتماد الأكاديمي؟ وأنا أسميه بدل الاعتماد الأكاديمي الاكتماد. لما؟ لأن حقيقةً نحن دخلنا في هذه الحمى، ومسألة ترتيب الجامعات وتجويد المنجز والحوكمة وكلها ضرورة وكلها مهمة، لكن ألا نلحظ بالفعل أننا أثقلنا تبعاً لذلك في جانب منه أعضاء هيئة التدريس بعمل مكدس ورقي يستغرق معظم الوقت والطاقة والجهد؟ ثم الكارثة أن جزءاً من هذا العمل الورقي يصف واقعاً، وللأسف أقولها، غير حقيقي، واقع افتراضي، حتى نتم أعمالنا الورقية اللي هي توصيف المقرر، استراتيجية المقرر، في حين أن بعض الجامعات تفتقر للإمكانات المادية والفنية في قاعاتها التي تنفذ هذا المقترح الذي على الورق. هذا، وبالتالي من الصعب أن أطالب الأستاذ أن يكون مؤثراً في إشكالات المجتمع وهو أيضاً لا يتوفر له لا إمكانيات مادية كافية ولا أيضاً مساحة زمنية كافية. هناك نقطة أيضاً أخيرة، تخرج من كل جامعة من جامعاتنا ولم يزل يدرس فيها أيضاً مبدعون ينتمون إلى مجالات إبداعية متنوعة، وكذلك رجال وسيدات أعمال ونشطاء اجتماعيون أيضاً. فهل اهتدى الإعلام الجامعي وتنبه إلى جدوى استثمار طاقات هؤلاء وأولئك في توصيل وتفعيل مقاصده في المسؤولية الاجتماعية، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بمبادراتها ذات الطابع التنموي المستديم؟ هذه أسئلة
قد يأتي بعض الإجابة عليه في آخر في المداخلات لاحقاً إن شاء الله، وأعتذر على الارتباك في الإلقاء لأنه مديرة الجلسة تلاحقني الوقت، عذراً. نظراً لظرف طارئ ألم بالأستاذ عبد الوهاب الفايز منعه أن يكون بيننا اليوم، فقد أسعدنا الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن مشبب الأحمري بحضوره بيننا، وكلاهما كوكبان لا تخلو سماء العطاء منهما ومن أمثالهما من نخب هذا الوطن الطيب. الأستاذ الدكتور عبد الرحمن الأحمري أستاذ الهندسة الصناعية بجامعة الملك سعود والمشرف على كرسي ريثون لهندسة النظم، شارك في العديد من اللجان وعمل مستشاراً غير متفرغ في وزارة الصناعة والتجارة ووزارة التعليم العالي سابقاً وجامعة شقراء وعدد من المؤسسات الخاصة. أهلاً وسهلاً بك الأستاذ الدكتور عبد الرحمن الأحمري في ملتقى الإعلام الجامعي، نسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وينفع بكم الملتقى وينفعكم به. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، معالي مدير الجامعة، الأخوة الكرام، ضيوف الجامعة. في الحقيقة يعني وضعي وضع أحد الضيوف السابقين، يعني يمكن تبلغت في وقت متأخر، فاسمحوا لي أن أتطفل على مائدة الإعلاميين وأن أدلي بدلوي في هذا الجانب في هذا المحور الهام والذي يمس في الحقيقة جانب هام جدا في الشريحة المجتمعية اللي هو شريحة الشباب. وأشكر الجامعة في الحقيقة على دعوتي، وأنا سعيد جدا أن أقدم هذه المحاضرة بدلا عن الأستاذ عبد الوهاب الفايز. الأستاذ الدكتور عبد الرحمن، كيف يمكن للإعلام الجامعي أن يكون فعالاً في نشر المسؤولية المجتمعية بين الطلبة؟ في الحقيقة تفضلت الدكتورة فاطمة في البداية عن الحديث عن المسؤولية المجتمعية. المسؤولية المجتمعية جانب ثقافي مهم جداً في المجتمع العربي منذ أقدم العصور، ولذلك تجد حتى في الشعر الجاهلي وفي التاريخ من يفتخر ويتغنى بالمسؤولية الاجتماعية أو المسؤولية المجتمعية. ولكن هل هذا المصطلح، قبل أن ندخل في دور الإعلام في تعزيز هذا الجانب، هل هذا المصطلح واضح لنا كأعضاء هيئة التدريس وكطلاب؟ في أحد من الطلاب هنا؟ مين يعلمني ما هي المسؤولية المجتمعية يا شباب؟ ماذا يقصد بالمسؤولية المجتمعية؟ أحد هنا ممكن يجاوب؟ معلش أنا أبغاها بس مداخلة في البداية وبعدين أكمل. أحد هنا؟ فعلاً أحياناً نردد كثيراً من المصطلحات أو نستخدمها، ولكن عندما نأتي عند المفاهيم الحقيقية لهذه المصطلحات لا نجد لها إجابة. المسؤولية المجتمعية هي مسؤولية الفرد تجاه نفسه ومدى التزامه بالقيم والمعايير المجتمعية والعادات والتقاليد. المسؤولية المجتمعية أكد عليها التاريخ العربي والتاريخ الإسلامي والأسس الإسلامية والشريعة الإسلامية السمحة تؤسس على المسؤولية المجتمعية. ما بالكم بشرع يقول إماطة الأذى عن الطريق صدقة وأفشوا السلام بينكم؟ هذا جزء وجانب كبير من المسؤولية المجتمعية في حياتنا. المسؤولية المجتمعية ماذا تنطلق منه؟ تنطلق من القيم التي تأسس عليها الشباب، ما دمنا نتحدث عن الشريحة المجتمعية من 18 إلى 24. هذه القيم التي تنبع منها المسؤولية المجتمعية والتي أصبحت كثقافة مجتمعية تعتمد على قيم تأسست منذ ولادة الشخص الابن أو الابنة حتى أن يكون له دور فاعل كمسؤول مجتمعي في مجتمعه.
تأسيس هذه القيم يمر بمراحل عديدة، ويبدأ بمرحلة تأسيس الوالدين لهذه القيم، ثم دور المجتمع، دور المدرسة، ثم دور التعليم العالي والتعليم الجامعي، ثم يأتي دور الإعلام، وهو يمثل دور أساس في تأسيس القيم المجتمعية عند الشباب، سواء كانت تلك القيم بناعة أو هدامة. وكلنا يعلم ما يحدث في الأوساط المجتمعية من جوانب بناءة وجوانب هدامة، وكان الأساس في تأسيس هذه القيم المجتمعية هو الإعلام، وخاصة الإعلام الحديث وما يسمى بوسائل التواصل الاجتماعي. إذن الإعلام له دور كبير وأساس في المسؤولية المجتمعية. ما دام ذلك كذلك، فما هو دور الإعلام الجامعي في هذا الجانب؟ الإعلام بشكل عام يحمل رسالة، هذه الرسالة إما أن تكون رسالة خير أو تكون رسالة شر. وأتصور أن الإخوة الإعلاميين الذين لهم باع كبير في الإعلام يعلمون هذا جيداً، والإعلام هو دائماً يعتمد على خطط استراتيجية طويلة المدى. ويعني كان لي الشرف في مراجعة الخطة الاستراتيجية أو خطة للإعلام والعلاقات العامة في جامعة شقراء، وكانت في الحقيقة خطة طموحة لها علاقة بشكل كبير جداً بالمسؤولية المجتمعية للطلاب. إذن الإعلام الجامعي أو الإعلام الحديث له دور كبير في المسؤولية المجتمعية وتأسيس قيم حقيقية لطلاب الجامعة، يستطيعون من خلالها أن يكون عناصر نافعين بنائين في مجتمعهم، حامين لكل مقدراته. لن ينكر أحد اليوم الدور الكبير للإعلام الحديث في الأوساط المجتمعية، ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي أنا حاولت أحصل على عدد من الأرقام. تعلمون أن المهندسين أحياناً يفضلون الحديث بالأرقام عن الحديث بالعبارات، فتشير بعض المواقع إلى أن هناك 4.4 مليار مستخدم للإنترنت في مستوى العالم، وهناك 3.5 مليار مستخدم نشط لوسائل التواصل الاجتماعي. في 2019 يقدر سكان العالم ب 7.7 مليار، هذا يعني أن 57% من سكان العالم يستخدمون الإنترنت، 45% من هذا العدد يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي، أي أن هناك فرصة بنسبة 80% لوجود حساب لوسائل التواصل الاجتماعي للأفراد. في إحصاءات يمكن شفتوها، الإحصاءات المنتشرة مؤخراً، أنه 2.4 billion يوزر الفيسبوك، اليوتيوب 1.9 billion، الواتساب 1.6. يا أخوان هذه أعداد كبيرة جداً، وهذه وسائل مؤثرة بشكل كبير جداً، قد يغزى الشباب والمجتمعات في عقر دارها من خلال هذه الوسائل. إذا لم يكن هناك خطط دفاعية قوية مضادة تحمي المجتمع وأفراده وشبابه من الأفكار الغريبة والضالة على هذه المجتمعات. أكثر مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي يكونون في الشريحة العمرية اللي هي التعليم الجامعي، من 18 إلى 24. نأخذ على سبيل المثال الفيسبوك 81%، وهي أكبر نسبة من عمر 18 إلى 29 مستخدمين للفيسبوك. أيضاً الإنستغرام 64% من أعمار 18 إلى 29 هم من يستخدمون هذا الوسيلة. في تويتر أعلى نسبة اللي هي 40% من أعمار 18 إلى 29 هم من يستخدمون تويتر، يليها النسبة 32%، تخيلوا، من أعمار 13 إلى 17. إذن الإعلام الحديث
هو الإعلام المسيطر على الساحة، ويجب على كافة الجهات وخاصة الجامعات مثل ما تفضلوا الإخوة أن يؤسسون مثل هذا الإعلام القوي، وأن يكون إعلام مؤثر في تأسيس قيم قوية مجتمعية تجعل من الفرد فرداً صالحاً يحمل هم المسؤولية المجتمعية من خلال ثلاثة أشياء: الاهتمام والفهم والمشاركة. يجب على التعليم الجامعي من خلال هذه الوسائل أن يزرع الاهتمام في نفوس الناشئة بالمسؤولية المجتمعية، وأن يجعل من الشخص شخصاً عميقاً للفهم لمجتمعه، ثم يصبح شخصاً مشاركاً في كافة أنشطة المنظومة المجتمعية. وشكراً وآسف على الإطالة. دكتورة البندري. أبداً، خذ وقتك وراحتك. قبل أن أبدأ بالسؤال الثاني، دكتورة فاطمة على العين والرأس، خذي راحتك لن ألاحقك. ما أبرز القضايا التي ترين أنه يجب أن يركز عليها الإعلام الجامعي وتندرج تحت المسؤولية المجتمعية في بلادنا والتوصيات بشأنها؟ حقيقة أعتقد أن جميع قضايانا التنموية ذات الصلة بالخدمات الأساسية التي يحتاجها كل مواطن جديرة بأن تكون في مقدمة ما يعنى به الإعلام الجامعي، وهو يسعى للوفاء بمسؤولياته تجاه المجتمع. فالمجتمع ابتداء ينظر إلى مؤسسات التعليم العالي كوجهة حل لكل قضاياه العالقة، وينتظر منها أن تكون مصدر التعليم المناسب لأبنائه، ومن ثم ضمان الحصول على فرص العمل التي بدورها ستعمل على معالجة ما ينتج عن البطالة من إشكالات اجتماعية وأمنية أيضا، ومن ثم ينهض المجتمع ويرتقي لدرجة الاستقرار والرخاء المنشودين. وإذا كنت سأؤكد على نقاط محددة فيما يخص الاقتراحات والتوصيات، أرى أن في النقطة الأولى أن على الإعلام الجامعي أن يكون مبادراً في حراكه الاجتماعي، بمعنى أن يتسم اشتغال بدسامة الحراك الميداني أو الاستطلاعات الميدانية للقضايا ذات الأولوية التنموية والوطنية، يستشرف جوانبها، يتتبع رؤى المعنيين بها سواء خاصة القطاع التعليم الجامعي أو أفراد المجتمع خارجها، بدرجة واعية تنتهي إلى اقتراح معالجات قابلة للتحقق ومبادرات مستديمة في فعالياتها وعوائدها أيضاً. ثانياً، إقرار يعني نظام الجامعات الجديد بما اشتمل عليه من فرص استقلالية أكثر من حيث تمويل الجامعات، من حيث تنمية مواردها، أيضاً من حيث اقتراح برامجها وتخصصاتها، هذا يجعل معظم المعوقات التي ذكرتها في إجابتي على تساؤل الدكتور البندري الأول قابلة، أو أنا أشعر بتفاؤل أكثر في أن هذا النظام سيعين منسوبي الجامعات بدءا من جميع منسوبيها إداريين وقيادات وطلبة وأساتذة في حلحلة هذا العلاقة لنقل الشائكة أو غير التي لم تصل للصورة المطلوبة فيها. مهم جدا وجود المادة الكافية، التمويل الكافي، مهم جدا يعني صرف كثير يعني الكثير أو المبالغ الطائلة على التدريب وعلى استقطاب الأسماء الفاعلة في هذا الجانب. النقطة الثالثة، في ظل التطور الثقافي والاجتماعي المتسارع الذي تتمتع به بلادنا على أصعدة عدة في السنوات الأخيرة، وأعني ما نتج عن رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 وما تبع ذلك من استحداث أجهزة حكومية جديدة ودمج لأجهزة أخرى سابقة، هذا العنفوان المبهج في كثير من جوانبه يحتاج لمواكبة إعلامية استباقية ومتزامنة ولاحقة ترصد بعين الواعي والمحب جوانب الإيجاب المحفزة وتستدرك مواطن القصور غير المقصودة التي لا مناص من وقوعها، وتعبر عنها طرحا ومعالجة بلغة وطنية مسؤولة تعين القائمين بالأمر في الجهات المختلفة على تجويد ما يقدمونه والارتقاء به وبالمجتمع من خلاله إلى ما أعدت الرؤية واعتمدت لتحقيقه من أهداف وطنية سامية. رابعا، تتجاوز نسبة الشباب من الجنسين في بلادنا 60% من مجمل التعداد السكاني، وتؤدي مجالس الشباب في كثير من مناطق المملكة دوراً فاعلاً مؤثراً في اقتراح وإنجاز المبادرات والمشاريع ذات الصلة بالمسؤولية المجتمعية. ولذا فإنني حين أدعو إدارات الإعلام الجامعي إلى استقطاب الأسماء الفاعلة في الأوساط الشبابية، أقترح عليهم أيضاً لتحقيق ذلك التواصل مع مجالس الشباب التي ينتسب إليها عدد من النشطاء المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي، وتمثيلاً لا حصراً
أجد مجلس شباب المنطقة الشرقية ومجلس شباب منطقة مكة المكرمة شاهدين بارزين على ما أقصده. وبالمناسبة تم أيضاً إقرار نظام مجالس الشباب الذي أعده عضو المجلس السابق الدكتور حامد الشراري من فترة، وهو نظام فاعل، ويعني دور مجالس الشباب في الحركة التنموية وفي يعني مبادرات خاصة الأعمال الخاصة بالشباب جداً فاعل ومؤثر، بالإمكان فعلاً استثمار هذا الجانب بالتعارق ما بين إدارات الإعلام في الجامعات وهذه الأسماء. ما دمنا أيضا في نطاق مجال استثمار الإعلام الجامعي لوسائل التواصل الاجتماعي والأسماء الفاعلة فيه، فالوسط الرياضي أيضا يمثل وجهة ذات تأثير بالغ لا يمكن إغفاله. وقد بادر بعض نجوم الكرة، كرة القدم على سبيل المثال، بإنشاء جمعيات معنية بأداء أدوار مميزة في المسؤولية المجتمعية، مثل جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية التي تأسست مستهل عام 1437 هجرية، ولها لائحتها التنظيمية، ولها أعضاؤها من مختلف الطبقات الفاعلين، بعضهم أيضاً من وزارات معتمدة، لها برامجها المميزة، يرأس مجلس إدارتها أو صاحب فكرتها ابتداءً النجم الخلوق ماجد عبد الله. ولا يتسع المجال للتفصيل في هذه النقطة، وإنما يكفي التأكيد على أن المجال الرياضي، ويعلم معالي رئيس الجامعة أني حتى في المجلس كررت هذا كثيراً، لم نستثمر هذا المجال بشكل إيجابي كما يجب، مع أنه تأثيره قوي جداً جداً، وهو المجال الذي أرشح ليكون أبرز مجال للتأثير في قطاع الشباب بمختلف المراحل. الإعلام الجامعي ممكن عن طريق هذا الاستنهاض، يعني بعض همم رجال الأعمال وسيدات الأعمال وأيضاً بعض الفاعلين في هذا الأوساط، حين يمرر رسائله عبر صوت من أصوات بعض نجوم الرياضة الفاعلين أو المميزين خلقاً وإبداعاً، هذه توصل الكثير من حتى ملتقانا هذا على وقاره وعلى تميزه. هناك فعلاً وسائط نستطيع أن نستعين بها. أختم أيضاً بنقطتين مهمة، أن وزارة وزارة العمل أطلقت 5 مبادرات لتعزيز المسؤولية المجتمعية، هي سفراء المسؤولية الاجتماعية، شركاء المسؤولية الاجتماعية، مرصد المسؤولية الاجتماعية، حاضنة جمعيات المسؤولية الاجتماعية، الدليل الإرشادي للمسؤولية الاجتماعية. أركز على المرصد، ويقول المرصد أو مهمته أو فكرته أن هذا المرصد سيتيح تحديد وحصر كل ما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية في مختلف مناطق المملكة، ووضع خطة أو عفواً خارطة طريق لجميع المبادرات في هذا المجال للرفع من مستوى التنسيق مع الجهات الأخرى، ومن ثم نشر البيانات المرصودة بصورة آنية على البوابة الوطنية الإلكترونية للمسؤولية الاجتماعية. هنا أدعو الإعلام الجامعي في مختلف جامعات المملكة للتواصل مع هذا المرصد ليكون نافذاً لإخراج ما يتم من إنجازات، من دراسات، من مبادرات، حتى فعلاً يستفيد منها أكبر نطاق، وحتى ينصف فعلاً القائمون بهذه الأعمال على ما يقدمونه. شكراً. ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور عبد الرحمن الأحمري، هل بالإمكان أن يكون ثمة مقررات دراسية نظرية وتطبيقية يتلقاها الطلبة كمتطلبات جامعية إجبارية تعرفهم بمفهوم المسؤولية المجتمعية وتكسبهم إياه كقيمة وكممارسة حياتية؟ في الحقيقة هناك العديد من القيم والأسس الاجتماعية. من وجهة نظري أنه يجب أن يكون هناك مقررات، لكن ما هو أهم من ذلك هو زرع هذه القيم في كل مقررات الجامعة. فالمسؤولية المجتمعية يجب أن تكون عند الطبيب، عند المهندس، عند طالب التربية، عند طالب الحاسب الآلي، عند طالب الصيدلة. وإذا تخوفي أن لو عزلنا ما يسمى بمقررات المسؤولية المجتمعية في مقررات خاصة، أنه قد ينظر لها على إنها متطلب مرحلي أو متطلب لا يؤثر على حياة الشخص. فالهدف من ذلك أننا نؤسس لفكر ونؤسس لثقافة وقيم أساسية تلازم هذا الطالب مدى حياته العملية. فكلما كانت هذه المسؤولية أو المعايير التي يتم زرعها في المقررات الدراسية، سواء كانت مقررات الطب، مقررات الهندسة، مقررات الصيدلة، الحاسب الآلي، كلما كانت هذه المتطلبات وهذه المعايير موجودة في كافة المقررات، كلما كانت أنفع وأجدى.
هذا لا يمنع من كون أن هناك مقررات، وأعلم أنه في متطلبات الجامعة ومتطلبات الكلية هناك مقررات تهتم بهذا الجانب، خاصة المقررات التربية الإسلامية، مقررات اللغة العربية، فيما يسمى ببعض المقررات الإسلام وبناء المجتمع، وهذا يغطي جانب كبير من المسؤولية المجتمعية، ولكن نحتاج إلى المسؤولية المجتمعية في كافة جوانب الحياة المهنية للطالب، في كافة الحياة العملية المستقبلية للطالب، ولهذا لابد أن يكون الطبيب يحمل هم المسؤولية المجتمعية في عمله التطوعي، في دفاعه عن المجتمع، في الالتزام بالجودة والإتقان، في الانضباط، في الأخلاق المهنية، في كافة تعامله مع المجتمع، ولا يمكن أن يأتي هذا من خلال مقرر يحدد لهذا الجانب، بل أن تزرع هذه الأسس في كافة المقررات من خلال الأساتذة، من خلال المحاضرات، من خلال الأنشطة اللاصفية وغير ذلك. شكراً لك سعادة الدكتور. الآن نفتح المجال للمداخلات، ونتمنى من المداخلين الكرام الالتزام بدقيقة لكل مداخلة. تفضل، في عندنا. معنا مداخلة من وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة خلود الحساني. بسم الله الرحمن الرحيم. والحقيقة الإعلام الجامعي اليوم في هذا الملتقى يعطينا لمحة لإثلاج الصدر، فنشكر معالي مدير الجامعة لكل القائمين ولكل الحضور من الضيوف في هذا الملتقى، وبالأخص على القائمين على هذا المحور المهم. وإن كنت أرى من وجهة نظر شخصية أنه مسألة المسؤولية المجتمعية ودورها في الإعلام الجامعي هي من الأشياء المهمة اللي يجب تناولها، لأن مثل ما تفضل الدكتور عبد الرحمن والدكتورة فاطمة أن اليوم الإعلام الجامعي والمسؤولية المجتمعية لهم دور مهم في تكوين رأي في داخل المجتمع الجامعي. هذا الرأي إذا تم تكوينه بصورة صحيحة فهو يساند كل مخططات الإصلاح في مجالات التعليم الجامعي والمجتمعي. لذلك نحن اليوم فعلا بحاجة إلى وجود مقومات ونظم إعلامية تعمل على طرح جميع القضايا التي تهم الشرائح الجامعية المستفيدة على اختلافها بموضوعية علمية، ليكون الإعلام الجامعي هو المصدر الأساس للمعلومة ومعيار تطبيق القيمة، حتى لا يلجأ الطلاب أو الطالبات وهم المستفيدون والشريحة الأهم إلى مصادر أخرى قد تسرب إليهم معلومات تغيب من وعيهم وتضعهم على طريق عدم اليقين بواقعهم. هنا أعتقد أن لهذه النقطة بالذات الإعلام الجامعي إذا لم يكن له دور فاعل في هذا الجانب فهو يفقد بذلك ركن هام من أركان مسؤولياته الإعلامية. فنحن اليوم فعلا بحاجة إلى إعلام قريب مختلف جديد حتى يجد أذن صاغية من قبل الطلاب والطالبات. شكرا جزيلا. هل يوجد مداخلة أخرى؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتور طلال الشريف، سؤالي للدكتورة فاطمة القرني. طبعا في المسؤولية الاجتماعية لدينا طرفين رئيسيين، الطرف الأول هو ممثل في الإعلام الجامعي بصفته يعني الجهة الرسمية التي تمثل الجامعة، ولدينا أيضا الطرف الآخر وهي مؤسسات المجتمع. السؤال كيف يمكن أن نوجد خط أو علاقة قوية ومميزة بين إدارات العلاقات العامة والإعلام في مؤسسات المجتمع وبين إدارة العلاقات العامة والإعلام في الجامعات؟ شكرا لك. هذا طبعا مثل ما ذكرت سابقا جزء منه يقع على الإعلام الجامعي أن يكون فعلا مقتحم بكل ما تعنيه الكلمة من اقتحام للوصول لهذه المؤسسات. جانب آخر في وزارة الإعلام حاليا مركز التواصل الحكومي، ظاهر العنوان يتوقع الناس أنه فقط يحصر يعني أخبار الجهات الحكومية ويدرب الناطقين الرسميين فيها وينشر الأخبار، حتى بعض الإعلاميين يخلط بينه وبين وكالة الأنباء، والحقيقة خلاف ذلك تماما. هذا المركز بإمكانه أن يكون
يشكل حلقة التواصل هذه ما بين الإعلام الجامعي وبين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات أيضا الحكومية، رغم أنه مركز تواصل حكومي، وأنا أعلم يقينا عن طريق الدكتور عبد الله المغلوث المعني بهذا المركز أنهم حريصين على خلق هذا أو مد يعني هذا الجسر والحرص عليه. جانب آخر، وسائل التواصل الاجتماعي جزء من الجسور أو جسور قابلة لأن يمرر خلالها هذا الأمر أو هذه هذا الحراك. الآن مؤسسات المجتمع المدني ومن ضمنها مجالس شباب المناطق تعتبر أيضا طموحة بأن تصل للجامعات، وعلاقة جزء آخر وأنا ذكرته في مداخلتي، الجامعات يجب أن تتتبع خريجيها من الفاعلين والمميزين سواء في قطاع الأعمال، في قطاع الفن، في قطاع الأدب، في قطاع الرياضة، بهذه المواطن هذا الحرص، بشرط أن هؤلاء المتتبعون أو الحريصون أو من سيعمل على هذا الأمر أن يعطوا حقهم من التفريغ على مستوى المساحة الزمنية وأيضا من التقدير المادي والمعنوي في الجامعات. لا يمكن أن تطالب أحد بمهمة بهذه الحساسية وجديرة بكل المثابرة والحرص والمتابعة دون أن تهيئ له المناخ المناسب وتعطيه التقدير الذي يستحقه في الجانبين. شكرا لك دكتورة فاطمة. هل هناك مداخلة أخرى؟ في هنا مداخلة يا دكتورة. السلام عليكم. فهد بن سلطان التوم من كلية العلوم الأداب بساجر. سؤالي يقول: ما هي الأشياء التي سوف تقدمها إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالجامعة بالنسبة للطلاب الموهوبين من النواحي الإعلامية والإلقاء، بالنسبة من تدريب وتبني وتطوير لمواهبهم لكي يكون هناك دور لهم في المجتمع ويكونوا سفراء للجامعة مستقبلا؟ وشكرا مدير الجامعة ومنسبي الكلية في حرصهم على مشاركة الطلاب في هذه الملتقيات. شكرا. والله يمكن السؤال هذا موجه للمعني بإدارة العلاقات العامة والإعلام في الجامعة. إذا أذنتوا لي عندي إجابة يسيرة عن الموضوع إذا في إمكانية. تفضل. دكتورة فاطمة. تفضل. في مجال ما يجب أن تقدمه وليس ما يمكن أن تقدمه أن تتتبع موهوبيها بالفعل، أن يكون في نطاق المساحة التدريس عند الأساتذة ما يكفي لرصد هؤلاء الموهوبين، لاقتناصهم، لتفعيل أنشطتهم. وأريد أن أقفز لنقطة أخرى، وأنا أشرف بإني عضو في مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي الذي يرأسه الأمير خالد الفيصل وهو صاحب فكرة الأكاديمية، والأسبوع المنصرم تم إعلان أو تكريم الفائزين بجائزة الأمير عبد الله الفيصل للشعر، للشعر عموما وللقصيدة وللمسرح الشعري وأيضا للقصيدة المغنى. الحقيقة نحن على اجتماعات مع سمو الأمير على مدى سنتين حتى بدأ الحراك. الآن هناك ما يسمى بأندية الشعر، أنا آتي بالشعر كمثال لأن عندي تجربة ماثلة وممكن أن يطبق هذا الأمر في أكثر من جانب آخر، الشعر والمسرح. الآن منطقة مكة المكرمة بإشراف الأكاديمية تم تدريب قطاع كبير من المعلمين وأعضاء هيئة التدريس بحيث تكتشف المواهب في هذه المراحل العمرية حتى من الابتدائي إلى مرحلة البكالوريوس. جانب آخر، يعني جائزة الأمير عبد الله الفيصل ضخمة جدا، والجائزة الأولى فيها للشعر لمجمل التجربة 500,000 ريال سعودي، والجائزة المسرح الشعري 300,000 ريال، والقصيدة المغناة 200,000 ريال. وبالمناسبة يعني الأمير خالد الفيصل لما عرضت له مسألة أنه في موهبين أيضا في المدارس، أذكر وأنا صغيرة عندما أكتب قصيدة ويعني أطلع المدرسة عليها لا تصدق أنها لي، فأقول قال الشاعر بأني أنا كتبتها. الآن أقر يعني مشكورا جائزة للفائزين بالقصيدة المميزة من طلاب الثانوية ومن طلاب الجامعة. في الطلاب الثانوية طلاب الجامعة الأول سيأخذ 200,000 ريال والثاني 150,000 ريال، وفي طلاب الثانوية أو طالبات الثانوية طبعا ستأخذ الأولى 100,000 ريال والثانية 50,000 ريال. هذا طبعا احتفاء مميز. وإحدى الأخوات وأنا أعد تعليقي على محاور الجلسة قالت: معقولة يعني كيف تجرؤين تستشهدين بشيء في كرة القدم؟ وحقيقة يعني اعتبرته ينال من وقار الجلسة أن آتي بشاهد في المسؤولية الاجتماعية له صلة بالكرة. حقيقة أجد يعني فعلا أنه يجب أن نتنبه لهذه الأهمية. ومن قبيل المصادفة أن أحمد عيد، الدكتور أحمد عيد الرئيس الأسبق لاتحاد كرة القدم وهو الفصيح المفوه، عرفت أنا من خلال الأكاديمية أنه من أكثر من عمل وحرص على جمع وتوثيق تجربة الأمير عبد الله الفيصل، وقد كرم
جنبا إلى جنب مع الدكتورة سعاد الصباح في إعلان الجائزة في الأسبوع الماضي. لاحظوا على المستوى الكرة كيف عانى في منصبه، لأن الكرة تشوه. للأسف يجب أن نمارس الإنصاف في حق المميزين في هذا القطاع ونستثمر أسماءهم كما يجب. هناك لاعبون في مختلف الفرق بعيدا عن تعصب هلال ونصر واتحاد وأهلي، يجب أن يستثمر أسماءهم في تمرير رسائل وطنية اجتماعية سامية. أنا على يقين فعلا أنها ستنجح وتصل بدرجة أسرع وأجدى من كثير من الميادين الأخرى، مع التقدير لكل الميادين الثانية. شكرا. لدينا آخر مداخلتين ونتمنى منهما الالتزام بالوقت. السلام عليكم، منيرة المشخص. شكرا لإدارة الجامعة المتمثلة في معالي الدكتور والأخوات والأعضاء هيئة التدريس على هذا الملتقى. أنا بس بحاول أني أختصر مداخلتي، أنه تساؤل هل عندنا أصلا شيء اسمه مسؤولية اجتماعية في السعودية حتى نتكلم عنها؟ للأسف الشديد لو حصلنا أو قمنا ببحث في أوروبا وأمريكا وجدنا أنهم ينفقون ملايين الدولارات على موضوع المسؤولية الاجتماعية. إحنا عندنا للأسف الشديد لو عملناها كإحصائية نأتي في يعني آخر القائمة. القطاعات الخاصة للأسف مسؤولية الاجتماعية صفر، البنوك، الجامعات الخاصة أو الحكومية أيضا قليلة. الدكتور البندري طرح التساؤل على الدكتور عبد الرحمن. دكتور عبد الرحمن، يعني رغم أنك ما شاء الله جيت يعني كبديل للأستاذ الرائع عبد الوهاب الفايز، لكن أنا أحييك على مشاركتك. وأيضا الدكتورة فاطمة تطرقت الموضوع الرياضة، بالعكس إحنا نلوم الرياضيين أن ما عندهم مسؤولية اجتماعية. هذه الجمعية أنا وقفت عليها كثير وفعلا لها دور بارز، لكن للأسف عقود الرياضيين عندنا بالملايين لكن مشاركتهم بالمسؤولية الاجتماعية صفر. بالتساؤل للدكتور البندري أنه كيف أنا أجبر الطالب على أنه يكون في ضمن المنهج مسؤولية اجتماعية، حتى مدراء الجامعات وزير التعليم وزراء عندنا إحنا ما مارسوا المسؤولية الاجتماعية. في بعض الدول الأوروبية والعربية هناك وزراء، مثلا وزيرة البيئة في الجزائر وفي مصر وأعتقد في هولندا أحيانا تعطي من وقتها بعض الشيء وتنزل للشارع وتنظف مع عمال النظافة. إحنا ما شفنا هذا الشيء. وزير التعليم هل نزل يوم من الأيام مع الطلاب وسمع منهم؟ وزير العمل هل سمع من يعني للأسف الشديد هو متسابقون عندما نشاهد الفلاشات الإعلام، لكن بعد ما تختفي هذه الفلاشات لا نشاهد نهائياً أي دور المسؤولية الاجتماعية. فأتمنى أنه فعلاً أنه قبل أن نطالب الطالب بتطبيق المسؤولية الاجتماعية أن نبدأ بأنفسنا مثل الشريعة الإسلامية، ابدأ بنفسك ومن يليك. شكراً لكم. المداخلة الأخيرة. في مداخلة عند معالي مدير الجامعة الله يحفظ. عذرا بس فقط بستدرك نقطة مهمة قبل ما يضيع سؤال، إذا أذنت لي دكتور عوض. تفضلي. معظم وزراؤنا حاليا ينزلون للميدان، يلتقون بالطلبة، يلتقون بمنسوبيهم، ومن الظلم والجور أن نعمم. وجود المسؤولية الاجتماعية عندنا في تطور أساسها في فكرنا العربي والإسلامي موجود. قلنا فقط عملية المنهج والإقرار، ولنا حوالي 15 سنة ساعين فيها. من الظلم التعميمات التي لا تليق فعلا. كفتني الدكتورة فاطمة في هذا الأمر، لكن الحقيقة أيضا هناك نقطة لأختنا الصحفية والتي قست حقيقة على بعض على مجلس الشورى، لأنها طموحها عالي جدا، لكن ما أريد أن أقوله في هذه الجلسة هو المسؤولية الاجتماعية في الغرب حقيقة أعلى من عندنا بكثير بما يخص الجامعات، ولكن هذا طبعا يعود إلى النظام، لأن هناك فيه نظام اسمه نظام الضريبة، وعندما يتبرع الشخص للجامعة تحسب هذه من طبعا من الضريبة ونقص، يعني يصير يدفع أقل ضريبة، فهو حسبة يساعد الجامعة ليس من حب في المشاركة الاجتماعية ولكن حب في يعني نعم اللي هو أنه يكون عنده نعم. التجربة بسيطة جدا، زرت جامعة كان لديها أكثر من 10,000 متر مربع، ذكر لي مدير الجامعة أن هذا 10,000 الفاضية تأتيني بعد سنة وهي مبنية بمبلغ 1,200,000,000 دولار، وكلها حقيقة من الشركات. أنا فعلا أضع النقاط على الحروف.
وأنا في مكان هنا ما شاء الله تبارك الله، ومع طبعا النظام الجديد أعتقد البقاء الجامعات وقوة الجامعات تعتمد حقيقة على مشاركة رجال الأعمال والمشاركة المجتمعية. وشكرا لأختنا الصحفية اللامعة على ما أوردت، وشكرا للجميع، ونأسف على الإطالة. السلام عليكم. الأستاذة بدرية النويصر محاضرة بجامعة شقرا. أؤكد على ما ذكر الأستاذ الدكتور عبد الرحمن الأحمري في قضية تعزيز القيم، فدور عضو هيئة التدريس في المسؤولية المجتمعية هو تعزيز القيم، وأن يكون على اطلاع بما يحدث في وسائل التواصل، حيث يعني غزت الشباب خاصة والفتيات وأثرت في قيمهم وفكرهم، وفي نشر ثقافة معاكسة وهي ثقافة إيجابية وتعزيز قيم إيجابية، وأهمها القيم الإعلامية التي اليوم نتناقش فيها وهي المصداقية. فعضو هيئة التدريس كلما كان قدوة في المصداقية والإيجابية والشفافية كلما كان قدوة للطلاب، بدون ما نفرض مقررات أو يعني حتى التخصصات. فدور الإعلام بداية في زرع قيم إعلامية والتدريب عليها، ويبدأ الدور الأساسي من الأسرة ومن عضو هيئة التدريس. شكرا لكم. السلام عليكم. سهام العتيبي، رئيس التحرير مجلة سلم الهدف الإعلامية وعضو جمعية إعلاميون. أشكر الدكتور البندري والضيوف الكرام على الحديث بمثل هذا الموضوع المرتبط ارتباطاً وثيقاً بالجامعة ومخرجاتها. مما لا يخفيكم علماً بأن المسؤولية الاجتماعية في الجامعات يقع كاهلها بالدرجة الأولى على الإعلام في المحيط الجامعي. كثير من طلاب جامعة شقرة توجهوا للإعلام ونفتخر بجهودهم، فما هو دور الإعلام في توطيد العلاقة بينها وبين خريجيها الإعلاميين والإعلاميات وتطوير مهاراتهم وتوجيههم؟ كذلك البدايات تعتبر دائما جميلة، ولكن العبرة في النتائج. فما هي المخرجات التي تسعى إليها الجامعة، وهل يمكن أن يكون للجامعة دور في تأهيل الطلاب والطالبات الإعلاميين والإعلاميات، خصوصا وأن الإعلام اليوم يعتبر سلاح ووسيلة في بناء أو هدم المجتمعات؟ وشكرا لكم. السؤال موجه لمين يا دكتورة؟ الدكتور عبد الرحمن، الله يرضى عليك. طبعا الإعلام له دور كبير جدا في التواصل مع الخريجين. أنا تخرجت من جامعة شيفيلد قبل أكثر من 20 سنة، وإلى الآن لا زالوا يراسلون الطلاب الخريجين، وأيضا يتواصلون مع المجلس الثقافي البريطاني ومع السفارة للتواصل مع خريجين الجامعات البريطانية ومتابعة تميزهم، متابعة إنجازاتهم، لأن هذا فعلا يعتبر رصيد لهم في جامعاتهم، أنهم خرجوا طلبة وأخذوا وجهات نظرهم وأصبحوا سفراء لهم. الإعلام شريان مهم جدا في حياة الجامعات، ليس فقط أثناء المراحل الدراسية للطلبة خلال الشريحة العمرية المحددة، ولكن أيضا بعد التخرج. هناك عدد كبير من خريجين الجامعات رجعوا إلى جامعاتهم متبرعين، رجعوا إلى جامعاتهم مستشارين، رجعوا إلى جامعاتهم أعضاء هيئة التدريس. فالتواصل ووجود امتداد جسور التواصل بين الجامعة وبين الخريجين مسؤولية كبيرة من مهام النشاط الإعلامي في الجامعات، بل أرى أنه من الضرورة في الحقيقة عقد عمل قواعد بيانات تضم خريجين الجامعة ومتابعة التواصل معهم باستمرار، عقد حلقات النقاش، المؤتمرات. فخريجين الجامعة يعملون في شتى جوانب الحياة في أنشطة كثيرة جدا ممكن أن يستفاد منهم في الأنشطة داخل الجامعة، وهم كمسوقين في خارج الجامعة في الحقيقة الكثير من التخصصات. أذكر أول ما جيت تخصص الهندسة الصناعية ما كان معروف في المجال الصناعي، ولكن من خلال
المهندسين اللي تخرجوا وعملوا في المجال الصناعي وأبدعوا أصبحوا سفراء، سوقوا للتخصص وأصبح في مرحلة من المراحل من أفضل التخصصات الهندسية في سوق العمل. في ختام هذه الجلسة المباركة لا يسعني إلا أن أتقدم من الضيفين الكريمين بجزيل الشكر والعرفان على ما أتحفانا به من معلومات قيمة وما أفاضاه من نتاج علمهما وخبرتهما، وعاطر تحيتي ووافر تقديري وصادق دعائي للجميع بالخير والتوفيق. شكرا الله. وهنا أيها الحفل الكريم انتهت الجلسة الثانية وكانت بعنوان دور الإعلام الجامعي في تفعيل المسؤولية المجتمعية. شارك في هذه الجلسة الدكتورة البندري مطيري والأستاذ الدكتور عبد الرحمن الأحمري والدكتورة فاطمة القرني عضو مجلس الشورى، جزاهم الله خيرا على ما بينوه وأوضحوه لنا. أيها الملتقى المبارك، الإعلام من أعظم وسائل التأثير التي تؤثر في أفكار الناس وتوجهاتهم وفي أعمالهم وأفعالهم، وهي الوسيلة التي شهد لها التاريخ وشهد لها الحاضر والواقع، وأصبحت ذات تأثير عظيم ومصدرا من التوجيه والتثقيف. ولأهميته البالغة اعتنى الإسلام بالإعلام اعتناء كبيرا واهتم به اهتماما بالغا، ولذلك شرع الأذان وشرعت خطبة الجمعة والعيدين، وهذا كله من وسائل الإعلام المؤثرة في المجتمع. وقد كان إعلام النبي صلى الله عليه وسلم أقوى إعلام آنذاك في الحجة والبيان والانتشار، ويعود ذلك لقوة المخرجات وجودة المخلصين. وفي زمننا هذا صار للإعلام مكانة عظيمة ومهمة بالغة، وذلك مع وجود التقنيات الحديثة، وبهذا اتسعت دائرة الإعلام وعظم تأثيره على الناس وأصبح له سلطة على النفوس. أيها الجمع الكريم، نعيش الآن مع الجلسة الثالثة والأخيرة، والتي هي بعنوان الإعلام الجامعي مسؤولياته ومهاراته. يتفضل بالحديث فيها الدكتور عبد العزيز الجار الله متحدث، والدكتور مطلق الرويقي متحدث، والأستاذ سعود الغربي مدير لهذه الجلسة، فليتفضلوا جميعا ليتحفون بما لديهم. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جامعة شقرة، شكرا أستاذ محمد، شكرا بروفيسور عوض، شكرا للحضور. حقيقة يعني الوقت جدا ضيق، يعني نضطر إلى اختصار هذه الجلسة حتى نستطيع نلحق بالصلاة على خير إن شاء الله. طبعاً الحديث عن الإعلام الجامعي بالنسبة لي حديث ذو شجون، يعني وعلاقتي فيه علاقة بدأت عندما كنت طالباً في الصحافة في جامعة الملك سعود. طبعاً رسالة الجامعة هي الصحيفة الأعرق على مستوى الخليج والأقدم، وكان ينظر لها على أنها جامعة بذاتها. وكانت جامعة الملك سعود يعني تشتهر بطلاب المنح من مختلف دول العالم، وكانوا يبدأون حياتهم الدراسية بتعلم اللغة العربية، وكان يعني يعملون في رسالة الجامعة في مختلف المجالات الصحفية. وعندما يسألون من أين تخرجتم يقول تخرجنا من رسالة الجامعة وليس جامعة الملك سعود. حقيقة يعني من واقع تخصصي الأكاديمي في الصحافة وأيضا ممارستي الصحفية في الإعلام الجامعي، أجد أكبر تحدي يواجه الجامعات أن تصنع هوية خاصة للإعلام الجامعي بشكل حقيقي ومهني، وتحترم هذه الهوية وتوظفها في إطارها، وأن لا يتحول يعني الإعلام الجامعي إلى مجرد نشرة خبرية عن الجامعة فقط. الإعلام الجامعي حلقة وصل حيوية بين الجامعة والمجتمع، بين الجامعة وطلابها، بين الجامعة وأساتذتها. الجمهور الأكبر للإعلام الجامعي هم الطلاب. لو أخذنا مثال بجامعة شقراء وجدنا عدد الطلاب يصل إلى 40,000، وعدد أعضاء التدريس يعني عدد من الآلاف البسيطة.
عندما أطلع على محتوى حياة الجامعة، وهذا اسم جدا جميل ورائع ونموذجي وأحيي الزملاء على هذه التسمية، أجد أن يمكن 95% من محتوى هذه المنصة موجه إلى أخبار الجامعة، ونصيب الطلاب جدا محدود فيه. لم أجد سوى حوار قصير مع الطالبة نورة الشريف، وهي طالبة قانون وفنانة تشكيلية. أيضا أهني الجامعة على هذا الحماس، على هذه الحيوية، على هذه الفعاليات والمؤتمرات التي أعلن عنها البروفيسور عوض. وأيضا أبارك للجامعة افتتاح قسم للإعلام في كلية عفيف. معي فارسين الجميل فيهم لديهم ممارسة صحفية ثرية وأصيلة، ولهم إسهامات في الصحافة جدا كبيرة، بخلاف أنهم ينتمون إلى تخصصات مختلفة. الدكتور عبد العزيز الجار الله يعني أستاذنا، وأيضا من الأسماء الجميلة في الإعلام السعودي، عضو هيئة تدريس في الجامعة، أستاذ مساعد بكلية العلوم والدراسات الإنسانية، كاتب مقالة لعدة سنوات سواء بين الرياض أو الجزيرة، مدير الإعلام التربوي في وزارة التعليم، أيضا متحدث رسمي، أيضا رئيس تحرير لأكثر من نشرة ومجلة، تخصصه طبعا الدراسات السكانية. الضيف الثاني أو المتحدث الثاني أيضا الجميل في الدكتور مطلق الروقي، أستاذ مشارك في الإدارة والتخطيط التربوي، عميد كلية إدارة الأعمال في جامعة شقرة، إضافة إلى عضوية المجلس العلمي وهيئة التحرير ومجلة الجامعة، مشرف على الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الجامعي، كما يعمل رئيسا لهيئة تحرير صحيفة الجامعة واللجنة الدائمة للعلاقات العامة والإعلام. دكتور مطلق كان أحد المبادرين الرواد الأوائل في تأسيس صحيفة الوئام، وهي صحيفة إلكترونية تعتبر أول صحيفة سعودية، وساهم في صياغة لائحة النشر الإلكتروني لهذه الصحيفة. أيضا لديه اهتمامات في خدمة المجتمع والمبادرات والمشاركة في العمل الاجتماعي والمسؤولية الاجتماعية. طبعا حددنا للجلسة أربع محاور قد نختصرها: ما دور الإعلام الجامعي في خدمة الجامعة ومنسوبيها؟ الإعلام الجامعي هل ما زال حلقة وصل بين الجامعة والمجتمع؟ هل يملك الإعلام الجامعي أدوات احترافية؟ ما مدى احتفاء أو احتضان الإعلام الجامعي لإبداعات الطلاب؟ نبدأ بداية مع الدكتور عبد العزيز. تفضل دكتور عبد العزيز في خمس دقائق إذا تكرمت حتى نستطيع أن ندير الوقت بشكل سريع. حياكم الله. وأنا بأخذها يعني بشكل عاجل عشان أنتقل يعني النقطة مهمة. طبعا مسؤوليات الإعلام والمهام والوظائف الآن أصبحت عمل واحد، الوظائف والمسؤوليات والمهام، في تفصيل بينهم في الجانب الأكاديمي، لكن المهمات السبع اللي تكون عليها اللي هي نقل التغطيات وتكوين الاتجاهات والتثقيف والتعليم والإعلان والتسويق وتنمية العلاقات. لكن الآن حنا عندنا وضع جديد، في مثل يقول إذا كنت في منطقة يابسة وحولك محيط ما لك إلا تتصالح مع الأمواج، ما يمكن تعاندها. الآن الموج المحيط بالإعلام الجامعي اللي هو التواصل الاجتماعي، كان في السابق أمامنا 15 مؤسسة إعلامية نتعامل معها مع بعض القنوات، يعني بحدود 18 مؤسسة إعلامية. الآن المجتمع الناس كلها يعني خلاص تحول الجوال هذا إلى صديق وخصم، فانتهت يعني مهمات بعض المؤسسات الإعلامية وأصبح أمامك المجتمع. العمل الصعب القادم للإعلام الآن مع نظام الجامعات، نظام الجامعات يحمل ميزتين، ميزة إيجابية وبعض الجوانب السلبية
بالنسبة للإيجابية شاملة، النظام يخدم العملية التعليمية الأكاديمية، لكن في جوانب سلبية بالنسبة للجامعات الناشئة، وهذه مسؤوليات صعبة اللي هي اقتصاديات التعليم. فهل الاقتصاديات هذه تساعد الجامعات؟ هل الدولة تبقى على عملية الميزانيات؟ هل يعني في حسابات صعبة، ومسؤولية الجامعات إنها لازم تضيف إضافات. الآن يعني حنا دخلنا في نظام الجامعات الجديد هذا اللي فيه مسؤوليات صعبة، دخلنا في التواصل الاجتماعي. الآن اللي أعلن عنه صاحب المعالي اليوم اللي هو العالم الصناعي الجديد، كان العالم يعمل ضمن العالم القديم ضمن الجمع والالتقاط، بعدين يعني هذه لغة الهندسة يعني أنتم فاهمين فيها، أول شيء الجمع والالتقاط، بعدين دخل عملية الطاقة بالفحم، بعدين دخل طاقة النفط، الآن طاقة التقنية، المصانع تتحول إلى طاقة عالية جدا. فبالتالي حنا داخلين في عالم صناعي جديد. و اقتصاديات التعليم هذه بتضيف إضافات صعبة جدا للجامعات الناشئة، إنها مستقبل كيف تغذي نفسها ذاتيا يعني على مدى أبعد، وعندها مستشفيات وعندها مسؤوليات. الإعلام الجامعي أحيانا نتحفظ على كلمة الجامعي، لأن المجتمع ما يعمل داخل الجامعة فقط، يعمل داخل النطاق الأكاديمي، وزي جامعة جامعتنا نطاقها الأكاديمي يمكن يخدم 700,000 مواطن بمساحات متعددة، ويمكن مع الإحصاء الجديد يوصل المليون، يدخلون في عملية المليونية. فحنا الآن داخلين في يعني منعطف صعب جدا للإعلام، والجامعات تساوت الآن، يعني التميز بالجامعات اللي كان يسبق بعض الجامعات يكون عندها استديوهات، يكون عندها قنوات، يكون عندها إمكانيات عالية، الآن اختلف الوضع. هذه الإمكانيات قد ما تساعد، صح تضيف لكنها قد ما تساعد. الآن الجهات الذكية هي اللي تحاول تشتغل على المحتوى والمضمون، ويكون عنده قيادة فاعلة في الإعلام. ما يتطلب، قد ما أحتاج أنا قناة إعلامية، قد ما أحتاج. والآن القنوات بدأت تأخذ خط ثاني، قد ما أحتاج مؤسسات ضخمة، ولا أحتاج إلى أشخاص أذكياء اللي هم يمثلون حاجتين، يمثلون العالم الصناعي الجديد اللي يعتمد على الطاقة، ويعتمد على الأمن السبراني. هذا يعني أحيانا نقول اختطفوا، هو من صناعة المهندسين، لكن في لحظة معينة أصبح من عمل الحاسب الآلي، ودمج بين الإعلام والحاسب الآلي علشان تكون الأمن السبراني. فمسؤولية أنا أتكلم على الجامعات الناشئة أمامها، والله يعني أنا ما أقول نفق مظلم، لكنها تبي تعيش صعوبات، إلا إذا اتجهت الاتجاه أنها تستفيد من طاقات استقطاب، يعني تأمين نفسها، لأن بالنهاية تبغى تدخل في إشكالية اللي هو القضية الاقتصادية،
حتكون عندها مشكلة صعبة في الجانب الاقتصادي. دكتور نكتفي بهذا القدر. ننتقل دكتور مطلق، وهل يملك الإعلام الجامعي أدوات احترافية؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. هل يملك حقيقة؟ من الصعب الإجابة على هذا السؤال، حتى في المؤسسات الإعلامية أو وسائل الإعلام التي تمتلك مؤسسات إعلامية متخصصة، فما بالك عندما تتكلم عن الإعلام الجامعي وهو إدارة تتبع لمؤسسة أكاديمية لها وظائف لها مهام متعددة وأولويات أخرى. واقع الإعلام لدينا بشكل عام ليس في مستوى الطموحات، خصوصا في ظل التحول الرقمي وفي ظل الإعلام الجديد أو الإعلام التفاعلي، يعني الإعلام غير قادر على مواكبة هذه التحولات، هذا أمر مهم جدا. الأمر الثاني، العاملين في مجال الإعلام كما تعرف ويعرف الجميع، لا يمكنني أصنع إعلامي من خلال كليات الإعلام، هذه حقيقة يعرفها جميع المتخصصين، مثل أيضا لا أستطيع أن أصنع إداري من خلال كليات الإدارة أو أصنع أديب من خلال كليات الآداب. عندي أشياء مهمة جدا اللي هي الممارسة والموهبة. الإعلام يحتاج، أنا أعتقد وأنا عندما ننظر المشهد بشكل عام على مستوى وسائل الإعلام، أغلب من يدير الإعلام لدينا هم الممارسين الذين جمعوا بين الممارسة والموهبة. الإعلام يحتاج موهبة التحرير الصحفي، الحس الإعلامي، الشغف الإعلامي، الولع الوجداني، أشياء مثل هذه يحتاجها الإعلامي حتى يكون لدينا. إذا كان متخصص وممارس وموهوب، فأنا أعتقد هنا سيكون لدي إعلامي محترف وكامل المواصفات. سأرجع سؤالك، هل يمتلك الإعلام الجامعي أدوات احترافية مهنية؟ أنا أقول لك الإعلام الجامعي يواجه تحديات، هناك تحديات بشرية، هناك نقص في كوادر الإعلامية المؤهلة، أغلب من يعمل في الإعلام الجامعي عندنا نقول أنهم موظفين. يواجه الإعلام أيضا الجامعي تحديات تقنية ومادية، التجهيزات والتقنيات والأشياء مثل هذه. أيضا يواجه الإعلام الجامعي حتى تحديات إدارية. لما ننظر واقع الإعلام الجامعي في الجامعات السعودية حتى الجامعات الكبرى ليس بالصورة المطلوبة، حتى هيكلة إدارات العلاقات العامة والإعلام في الجامعات وتبعية وسائل الإعلام فيها. عندما ننظر الجامعات الكبرى سنجد عندنا هناك إدارة العلاقات العامة والإعلام، وسنجد عندنا كليات الإعلام. إدارة العلاقات العامة والإعلام تدير مواقع التواصل الاجتماعي بمعزل عن المحتوى الأهم والمحتوى الإخباري والثري اللي هو صحيفة الجامعة التي تديرها كليات الإعلام. هذا التشتت أوجد طبعا وهن وضعف في المحتوى الإعلامي في الجامعات، وبالتالي تسبب إيش؟ في ضعف الإعلام الجامعي كإعلام متخصص. طبعا بصفتي يعني ممارس أو يعني أو تشرفت بتكريم معالي مدير الجامعة لإدارة العلاقات العامة والإعلام، لدينا في جامعة شقرة نقطة قوة مهمة جدا اللي هي أن الإعلام لدينا تحت مظلة إدارة العلاقات العامة والإعلام بجميع وسائله، وهذه نقطة قوة بالنسبة لنا، وفي نفس الوقت تحدي خصوصا يعني في ظل نقص الكوادر والتجهيزات. لكن لو اسمحوا لي الحضور، الآن لدينا صحيفة الجامعة استطعنا أن نحولها، أو حياة الجامعة استطعنا أن نحولها إلى صحيفة إلكترونية حية تتفاعل على مدار الساعة. مجموع ما نشرناه في شهر محرم وصفر تجاوز 350 مادة إعلامية منوعة. حرصنا أن لا تكون الصحيفة صحيفة إخبارية أو صحيفة تنقل خبر الإداري مثل ما أخذت علينا في المقدمة. طبعا هذا ملحق معد لهذه المناسبة وليس له علاقة بالصحيفة. طبعا لو ترجع الصحيفة الإلكترونية ستجد أنها صحيفة تفاعلية، فيها التحقيق الصحفي، فيها المقالة، فيها التقرير، فيها إبداعات الطلاب، ستجد محتوى ثري ومتنوع. طبعا هذا بجهود جميع الزملاء العاملين وبدعم معالي مدير الجامعة. أيضا لدينا مواقع التواصل تويتر، نحاول أن نمزج في تويتر بين المحتوى الإخباري وبين الأخبار الآنية والسريعة لكي يكون لدي كم جيد ومنوع. لدينا سناب
في الجامعة فعلناه، والآن يعمل ما زال في البدايات، لكن نطمح أن يكون لدينا مواد إعلامية مجدولة ومسجلة، مثل لقاءات مع المسؤولين، مع الطلاب المبدعين، تغطيات، حوارات، بحيث يكون لدي مادة إعلامية منوعة تقدم من خلال السناب. أيضا قد أفشي سرا معالي مدير الجامعة، وجه بتحويل قناة اليوتيوب إلى قناة تلفزيونية تفاعلية تقدم مواد إعلامية، وهذا الأمر على وشك تدشين قريبا بإذن الله، بحيث يكون قناة تتفاعل مع الحدث وتبرز دور الجامعة البحثي والعلمي ودور أعضائه التدريس والطلاب والجميع. أرجع مرة أخرى وأقول أن الإعلام الجامعي هو إعلام متخصص له جمهور واضح ومحدد، يتطلب أن نكون مهنيين، يتطلب أن لا نبحث عن الإثارة أو عن سرعة ملاحقة الحدث. يجب أن يكون دورنا أن نعرف ما هو واقع الجامعة من خلال الأبحاث ومن خلال الاستفتاءات، ونعرف ماذا يحتاج هذا الجمهور، ونصنع مادتنا الإعلامية بما يتناسب معه. وهذا يضيف لنا أيضا متطلب مهم جدا، أن أيضا فوق أن يكون لدي إعلامي متخصص وممارس ولدي مهارة، يجب أن يكون لدي إعلامي ملم بواقع العمل الأكاديمي في الجامعة. يعطيك العافية دكتور مطلق، يعني حقيقة حديثك جميل، وأنت تحدثت عن أدوات احترافية، وأن الإعلام الجامعي في جامعة شقرا لدي توجه لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي، تفعيل يوتيوب، سناب، تويتر. أيضا تحدثت أن الصحيفة الجامعية أصبحت صحيفة إلكترونية تفاعلية، وهذا توجه جميل، يعني نؤكد عليه ونطالب الجامعة إدارة وفريق عمل بتعزيز هذا التوجه، بتنميته، بتخطيط لاستثماره في المستقبل. تحدثت عن جزئية جميلة اللي هي الموهبة، ولابد يكون عند إدارة الجامعة وإدارة الإعلام خطط لاكتشاف مواهب الطلاب وتشجيعهم وتقديمهم لتمثيل الجامعة. في هذا المنظومة اللي تحدثت عنها وهذه الأدوات وهذه القدرات البشرية والتقنية، حنحيل المحور الثاني للدكتور عبد العزيز عن موضوع حلقة الوصل بين الجامعة والمجتمع. يعني هل الجامعة استثمرت الإعلام الجامعي بكل هذا الحراك والأدوات إنها تكون على اتصال فاعل مع المجتمع بمختلف أطيافه وتياراته وخبراته؟ تفضل دكتور عبد العزيز. بالنسبة للتواصل بين الجامعة والمجتمع هو أصلاً متواصل، يعني التواصل الاجتماعي خدمنا خدمة يعني ما لها حدود. أحيانا كانت الجامعات الناشئة إمكانياتها متواضعة، وهذا صحيح لأن في بداية التكوين، وجامعات سبقتنا من 50 سنة، الآن تساوينا حنا وياهم. التواصل الاجتماعي هو اللي دمجنا، بس كيف نستفيد من التواصل الاجتماعي عشان نوصل صوتنا؟ كان في السابق يعني مهمة المؤسسات الصحفية أن تنقل الحدث، الآن ما أنت محتاج إلى نقل الحدث، الحدث يوصلك في الجوال ويوصل بالتفاصيل. الآن الأحداث اللي في لبنان واللي في بغداد يقودون الشباب من طلاب الجامعات وموظفين وما إلى ذلك من خلال الجوالات ومن خلال، ما احتاجوا للمحطات. المحطات الآن هي اللي تسعى، هم سبقوا المحطات. التواصل الاجتماعي يجب أنه الجامعات اللي إمكانياتها وميزانياتها محدودة واللي ما زالت في النمو أنها تستفيد من التواصل الاجتماعي وتتوغل داخل المجتمع وتدخل مساحات بدون خوف. عندنا مثل نقطة اللي هي التثقيف والتعليم. حتى التثقيف والتعليم هذه من أسس النواحي الأكاديمية الإعلامية، الآن يعني إلغت لأنه ما عاد أنت بتقعد عند التلفزيون وكذا، من خلال جوال المواطن أو جوالك اللوحي أو كذا توصل كل الثقافات اللي تبيها وتستدعي أنت وتستجلب وتوصل لهذا.
فالآن يعني علينا أن حنا أن يعني نخطط إلى الاستفادة من التواصل الاجتماعي. التواصل الاجتماعي أصبح يعني واقع قوي. صحيح ما ألغى الإعلام النمطي والتقليدي، لكنه خلاص الآن حنا كلنا في محيط هالمياه، مياه التواصل الاجتماعي. وعلى الجامعة أنها يعني تخطط من الآن. أنا ما أقول أنه مسألة إنشاء قسم أو لا، إنشاء مركز إعلامي أو لا، إنشاء مؤسسات، هذا بموضوع تحددها الجامعة. لكن الآن لازم نقفز إلى قفزة عالية، نوظف التوظيف المهني للعاملين من أجل يعني التداخل مع التواصل الاجتماعي. طبعا أنا عندي حديث قبل أنقل الختام لدكتور مطلق. من واقع تجربتي طبعا في نماذج جميلة مرت بالإعلام الجامعي والصحافة الجامعية، وهذا الكلام موجه للطلاب. الإعلام طبعا أداة للطبيب، أداة للمهندس، أداة للأديب، أداة للإداري، لكل التخصصات الإعلام هو أداة لها. في رسالة الجامعة مر أثناء تجربتي مع الأستاذ بدر العساكر عندما كان طالب في كلية التربية قسم الفن التشكيلي، وأسس في رسالة الجامعة صفحة عن الفن التشكيلي ونشر ثقافة الفن التشكيلي. الدكتور محمد حسن علوان روائي سعودي هو الرئيس التنفيذي للأنشطة الثقافية في هيئة الثقافة، أيضا بدأ حياة الكتابية من رسالة الجامعة عندما كان طالب في كلية الهندسة الحاسب الآلي. الروائية منير العنزي بدأت حياة الكتابية في رسالة الجامعة، الآن روائية عندها مجموعة روايات أدبية. كثير من الأسماء مرت بالإعلام الجامعي. أيضا الإعلام الجامعي هو بداية للاستثمار. عندنا تجربة الدكتور الله يرحم السلطان باهبري والدكتور هلال الطويرقي، أطباء هما بدأوا حياتهم الإعلامية في رسالة الجامعة وأسسوا مؤسسة رونان للإعلام، وكان لها دور ريادي في صحافة المجلات وباعوها على دار اليوم تقريبا بحدود 20 مليون. فأنا يعني رسالة للطلاب، فكروا في استخدام الإعلام الاستخدام المثالي، وخلوا عندكم علاقة متواصلة مع إدارة الإعلام والعلاقات العامة. وهذا المحور الأخير يتكلم عنه الدكتور مطلق، كيف هذه الإدارة وهذا الإعلام الجامعي يحتضن الطلاب ومواهبهم. وبشكل موجز يا دكتور مطلق. عندنا احنا اشكال حتى لاحتضان مواهب الطلاب، اولا من خلال الانشطه الطلابيه وتسليط الضوء على دعاه الطلاب ومهاراتهم ومشاركاتهم في الاحتفالات وفي المناسبات وفي المعارض، نستطيع ان نبرز موهبه الطلاب في هذه الجوانب. الشكل الثاني، وربما بحكم لا يوجد لدينا كليه اعلام ولا يوجد لدينا قسم اعلام، طبعا في بعض الجامعات في احتضان للطلاب، طلاب الاعلام يعملون او يطبقون او التدريب الميداني لديهم تجده في رساله الجامعه او في صحيفه الجامعه، ومن هنا انت تستطيع انك تتعرف على مواهب الطلاب وتعززها، وبالتالي تخرج نماذج متميزه في الاعلام. احنا نحاول منذ سنتين تقريبا من خلال الملتقى العلمي للطلاب، لدينا محور اسمه طبعا بالتعاون مع الزملاء في عماد الشؤون الطلاب، لدينا محور اسمه محور الاعلام الجديد. فنحاول أن نضع جوائز للطلاب المتميزين في الإعلام الجديد بجميع أشكاله، ونحاول أن نتعرف على هؤلاء ونحاول قدر الإمكان أن نستفيد منهم. لا أخفيكم، في إدارة العلاقات العامة والإعلام الآن لدينا طالبين من طلاب الجامعة يعملون معنا في العلاقات العامة والإعلام، أحدهم خريج حاسب آلي والآخر طالب يدرس معنا في أحد الكليات، فهذا شكل من أشكال الاحتضان. أيضا عمادة شؤون الطلاب مشكورة تبنت الآن وبدعم مع المدير الجامعة إنشاء نادي للإعلام في الكليات، وهذا سيكون له دور مهم جدا ورافد كبير جدا لدينا
في الجامعة. أول شيء يحتضن مواهب الطلاب، والأمر الثاني يكون له دور كبير جدا في القيام بالمهام العلمية حتى داخل الكليات. لي في الختام، أول شيء طبعا أعتذر منكم أشد الاعتذار أن نلغي فقرة أو جزئية المداخلات، مع لم يعد هناك وقت، باسمي وباسم جمعية إعلاميون وزميلي والقدير عضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله الشهري، نقدم آيات الشكر والعرفان لجامعة شقرة ممثلة في معالي المدير البروفيسور عوض ودكتور مطلق ودكتور عبدالعزيز الزاحم والقائمين على هذا الملتقى. نتمنى أن هذا الملتقى يستمر ويكون في نسخ في السنوات القادمة، هو استثماره وتطويره بحيث يكون أحد الأدوات لتطوير الإعلام الجامعي وتوظيفه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي الجلسة الثالثة، وكالت بعنوان الإعلام الجامعي مسؤولياته ومهاراته، تحدث فيها الدكتور عبد الله الجار الله والدكتور مطلق الرويلي مطلق الروقي والأستاذ سعود الغربي، فشكرا لهم على ما تفضلوا به. حقيقة قبل أن آتي إلى موضوع التوصيات، النبي عليه الصلاة والسلام كان يتخول الصحابة يعني بالموعظة والقصة والموقف حتى لا يسأموا، فهذه حقيقة وصلتني من أحد الطلاب طرفة وهي إعلامية ولكنها حقيقية. يقول قبل أيام، يقول الطالب: أكلت في الليل أكل كثير، والحقيقة هو أنا أثناء الأكل يعني مثل ما يقولون بالعامية حشيت أو تكلمت أو شذبت في مجموعة من زملائي، وبعد أن استغرقت في النوم رأيت في المنام أني إعلامي مميز، هذا في النوم. فيقول: فرحت بهذه الرؤية وسألت الشيخ عنها، فقال: أنت في الواقع لست إعلاميا مميزا، بل أنت نماما متمكنا. فيعني أحيانا سبحان الله بعض الرؤى تشير إلى حقيقة الإنسان في يقظته. فالحقيقة نسأل الله يجعلنا وإياكم من الإعلاميين الصادقين في رسالاته وفي توجيهاته وفي بياناته. والحقيقة هذه الجلسات الثلاث لا شك ولا ريب أن لها ثمار ولها أهداف ولها توصيات. يتفضل في هذه اللحظات الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الزاحم ليبين هذه التوصيات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، استمعنا إلى متحدثين الكرام في هذه الجلسات الثلاث عن دور الإعلامي الجامعي في مساندة العملية التعليمية والأكاديمية، ودوره أيضا في تفعيل المسؤولية المجتمعية، وما هي مسؤوليات الإعلام الجامعي ومهاراته. وقد خرج هذا الملتقى بعدد من التوصيات أجملها على النحو التالي: أولا، بناء منظومة إعلامية متكاملة للإعلام الجامعي لها رؤية ورسالة وأهداف استراتيجية واضحة. ثانيا، تدريب وتأهيل العاملين في مجال الإعلام الجامعي وتزويد العاملين فيه بالمهارات الإعلامية التي تمكنهم من العمل الإعلامي المطلوب وتحفيزهم ماديا للقيام برسالة الإعلام في هذا الاتجاه. ثالثا، إنشاء أندية إعلامية في الكليات لتحتضن إبداعات الطلاب والطالبات المتميزين في مجال الإعلام وتوظيفها لخدمة العملية الإعلامية في الجامعة. رابعا، تفعيل ممارسات الإعلام الجامعي بمفهومه الشامل وقيامه بوظائفه في نشر المعرفة والتثقيف والإرشاد والتوجيه وتشكيل الثقافة الجامعية التي تحقق وظائف الجامعة والحد من سيطرة وهيمنة النشاط الإخباري على الإعلام الجامعي. خامسا، استقلالية الإعلام الجامعي ومنحه المزيد من الحرية الكافية في مساندة العمل الأكاديمي والإداري وإلغاء تبعيته للإعلام العام.
سادسا الشراكة مع الجمعيات الإعلامية المتخصصة لتطوير الإعلام الجامعي وتعزيز دوره الريادي في خدمة الجامعة ومجتمعاتها. سابعا على الإعلام الجامعي أن يكون مبادرا في حراكه الاجتماعي متسما بالتحقيقات الميدانية للقضايا التنموية والوطنية يستشرف جوانبها ويتتبع رؤى منسوبي الجامعة وعامة المجتمع بدرجة تنتهي إلى اقتراح معالجات قابلة للتحقق ومبادرات مستديمة في فعالياتها وعوائدها أيضا. ثامنا أن تقوم إدارة العلاقات العامة والإعلام الجامعي بالتركيز على أبرز مضامين نظام الجامعات الجديد وبالذات الاستقلالية التي تعطي مساحة أكبر للإعلام الجامعي في ممارسة دوره في المسؤولية المجتمعية. تاسعا في ظل التطور الثقافي والاجتماعي المتسارع الذي تتمتع به بلادنا على أصعدة عدة في السنوات الأخيرة وما نتج عن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 يجب أن تكون هناك مواكبة إعلامية متزامنة ولاصقة ترصد الجوانب الإيجابية المحفزة تعبر عنها طرحا ومعالجة بلغة وطنية سامية. وفي ختام هذا الملتقى الإعلامي يسعدني أولا أن أتقدم باسمي وباسم أعضاء اللجنة المنظمة لهذا الملتقى بأسمى وأنقى وأزكى عبارات الشكر والتقدير والثناء والعرفان إلى معالي مدير جامعة شقراء الأستاذ الدكتور عوض بن خزيم الأسمري على رعايته لهذا الملتقى ودعمه المعهود ولا محدود لمثل هذه الملتقيات. ثم أتقدم بالشكر لضيوفنا الكرام الذين تكبدوا عناء السفر للمشاركة والإبداع في هذا الملتقى ولكل الذين لبوا دعوتنا لحضور حفل هذا الملتقى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله أن يبارك في الجهود وأن يوفق الضيوف والملقين لما يحب ويرضى، ونسأل الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء على ما بينوه وأتحفونا في هذا اللقاء الطيب المبارك. نطلب من معالي مدير الجامعة أن يتفضل مأجوراً مثاباً على خشبة المسرح ليكرم الإخوة الذين شاركوا معنا في هذا اللقاء، بداية مع الدكتورة فاطمة القرني عضو مجلس الشورى. الدكتورة خلود تسلم الدرع للدكتورة فاطمة. ومعالي مدير الجامعة يشكرها على تفضلها ومشاركتها معنا في هذا اليوم. الأستاذ الدكتور عبد الرحمن الأحمري. الإعلامي المميز الأستاذ عبد الله الشهري. الأستاذ سعود الغربي. الدكتور عبد العزيز الجار الله. الدكتور منيف الملافخ. الدكتور طلال الشريف. الدكتور مطلق الروقي. الدكتور عبد العزيز الزاحم.
الدكتورة البندري علم طيري. وفي الختام، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. تتقدم إدارة العلاقات العامة والإعلام بالجامعة بالشكر والعرفان إلى زميلهم الدكتور محمد بن سعد اليحيى على كل جهد بذله طوال عمله مشرفاً عاماً على إدارة العلاقات العامة والإعلام ومتحدثاً رسمياً للجامعة. وليتفضل سعادة الدكتور لنيل التكريم من معالي مدير الجامعة. وفي نهاية اللقاء نقول: طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا، وجزاكم الله خيرا على حضوركم وجلوسكم وإنصاتكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.